مشاهدي قناة لوجوس، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج كنيستي في المهجر. سعيدة جدا أن يكون معانا النهاردة في تاني مرة في برنامج كنيستي في المهجر نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف أسقف بوليفيا ودول أمريكا الجنوبية. أهلا بنيافتك سيدنا. أهلا وسهلا، أنا فرحان جدا جدا. طبعا إحنا مش هنعد بقى تاني مرة وغلط مرة، لكن هنقول يعني المرة نيافتك دي إحنا صاحب المكان ربنا حقيقي. يخليكم. فرحان جدا بالبرنامج الجميل دوت والمشاهدين الحلوين والمستمعين طيب برضو الجيدين. أنا فرحان جدا أكون معاكم ومتشكر خالص على تعب حضرتك منجينا وكل المجموعة اللي بتعمل من أجل نجاح خدمة قناة لوجوس كلها طبعا، والبرنامج اللي هو كنيستي في المهجر اللي حاجة كده بنحب نسمع عن كنايسنا الجميلة اللي بره. وطبعا أنا عن نفسي بشكركم وإنكم بتنقلوا كل الخبرات اللي بره للناس اللي عايزة تسمع وعايزة تشوف وعايزة نتعلم كلنا من بعض إن إحنا كنيسة واحدة يعني. أمين يا سيدنا، ونتعلم دايما من نيافتك. أنا بس بنقل لنيافتك بالنيابة طبعا عن القوموس أنطونيوس باقي وكيل المقار البابوي ترحيبه بنيافتك معانا النهاردة بالمقار البابوي، وأيضا بنيابة عن أسرة قناة لوجوس بنرحب بنيافتك معانا سيدنا. زي ما قلت نيافتك صاحب المكان، يعني دي بشكركم حقيقة، جدا. ودايما هتفضل أب هذا البرنامج الغالي، لأن احنا دايما بنفتكر إن أول حلقة في هذا البرنامج كانت مع نيافتك، دي حاجة جميلة يعني. أنا ما استاهلش البركة دي كلها، وطبعا يعني أنا عارف إن أبونا القمص أبونا أنطونيوس طبعا طبعا ليه محبة خاصة في قلبي ومن زمان، لكن مش هنقول بقى هنتقابل في برنامج ونتكلم، لكن بنعمة ربنا ربنا يدي نعمة كده وكل الأمور تستقر على العالم كله، وأجي أخد بركة يعني وأسلم عليه وأسلم عليكم طبعا وأخد بركتكم. متشكر خالص. تباركنا يا سيدنا في أي وقت. أنا عايزة أقول للسادة المشاهدين، إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا مع سيدنا وتعرفنا على دولة بوليفيا في أمريكا الجنوبية، وعلى فكرة سيدنا مش بيخدم بوليفيا بس، سيدنا بيخدم دولة أسبانيا والدومينيكان في أمريكا الجنوبية وبيرو والأكوادور، بيرو والأكوادور وكوبا والأرجنتين، الدول الناطقة بالأسبانية. وكلمنا ان ابرشيه بوليفيا بقى لها 20 سنه هي في الكنيسه الارساليه اللي بتكرز باسم المسيح، رغم ان معظم الدول دي يعني بتدين بالديانه المسيحيه، وسيدنا طبعا هيصلح لي لو في حاجه غلط، لكن الكنيسه هناك الارثوذكسيه بدات من 20 سنه. في هذا اللقاء بنعمه ربنا هنتعلم، اللقاء ده اسمه ازاي ابدا خدمه كرازه. ازاي ابدا خدمه كرازه مش معناها ازاي اسافر، ازاي ابدا خدمه كرازه من وانا في مكاني، ازاي ابدا من وانا في بيتي، ازاي ابدا كرازه من شغلي، في اي سن، مش محتاج الشباب بس هم اللي يروحوا يسافروا ويكرزوا باسم المسيح، احنا كلنا نقدر نكرز باسم المسيح في اي سن وفي اي عمر. وعايز اقول لكم ان في ناس كتير بتبتدي خدمة الكرازة بعد سن المعاش، فهنتعلم حاجات كتير جدا من سيدنا، وسيدنا هيحكي لنا عن عادات وتقاليد جميلة جدا لدولة أمريكا الجنوبية، عادات وتقاليد في الصيامات وعادات وتقاليد جميلة في صيامات العذراء مثلا على سبيل المثال، وهنتعرف على ثقافة الشعب، وهنتعرف أيضا وهنتعلم من خدمة السيدة العذراء الصامتة المبدعة. سعيدة جدا إن يفتك معانا، ونبدأ بنعمة ربنا. وزي ما يفتك بتقول الكلمة الجميلة، الخدمة هي حب وخدمة الكرازة هي خدمة حب. احنا هنبدأ بالجملة دي. قبل ما نتكلم في تفاصيل الحلقة، خلينا سيدنا، احنا بنسمع كلمة لاهوت كرازي بنسمعها كتير، والحقيقة يعني مش عايزة اقول لنيافتك، يعني ادام احنا بنتكلم من قلب لقلب مش كلنا فاهمين كلمة لاهوت كرازي، وبنسأل نفسنا يعني هو الكرازة ليها لاهوت معين ولا ايه الموضوع بالظبط؟ اتعلمنا كده وقالوا لنا كده وبنحاول احنا نعمل كده يعني زي ما اتعلمنا يعني. كلمة لاهوت كرازي كلمة تخض شوية يعني، يعني احنا بنتكلم بنسمع قبل كده عن لاهوت عقائدي وين يعني حاجات تانية، لكن لاهوت كرازي هي معناها صغير قوي وانتوا عارفينه كلنا عارفينه وكلنا بنعمل بيه يعني، لكن مش كرازي زي ما حضرتك قلت نطلع ونتكلم وبس كده. يعني لاهوت كرازي هو حب ربنا وان انا الايمان بيه. واحد بيحب ربنا، واحد بيقرب من ربنا قوي من خلال بقى الاسرار، من خلال الكتاب المقدس، من خلال سير القديسين
واحد عمال يقرب من ربنا، فكل ما بيقرب من ربنا في ثمرة. الثمرة ديت اللي هي بتبقى واحد بيحب ربنا من كل القلب، من كل الفكر، من كل القدرة. يبقى واحد بيحب ربنا بيقرب منه، كل ما بيقرب منه بيبقى في ثمرة ان انا بحب ربنا كل كده على بعض بحب ربنا. عشان كده بيقول لك ايه، بيخرج الانسان من ذاته، يقعد يدور بقى اروح فين اعمل ايه، يعني انا مش قادر. زي ما قلناها المرة اللي فاتت كده، لو حضرات المشاهدين يعني فاكرين، بيبقى زي ناري خادم او واحد محمل بحب، فالحب ده بيطلع منه، فلازم يروح يقول للناس يا جماعة ربنا بيحبنا، ربنا بيحبكم، ربنا عايز كلنا نفرح بملكوته يعني. فهو حب ربنا. حب عشان كده قلنا ايه الكلمة اللي حضرتك قلتيها، هي خدمة الكرازة، هي خدمة حب. الخدمة لوحدها هي حب، واللي بيحب دوت لازم يخدم، فالكرازة بيمتزج فيها الخدمة المحبة أو الحب الخادم، الاتنين مع بعض. فتلاقي اللي بيكرزوا دول ناس تقول عليهم كده، زي ما كان يحكي لنا وقرينا عن نيافة الحبر الجليل، المطران الجليل، نيافة الأنبا أنطونيوس مرقص، قالوا عليه ده مجنون، قالوا كده أنت مجنون، واحد مجنون يعني الطبيب الذي فقد عقله. يعني تروح فين؟ أفريقيا إيه وتروح تعمل إيه؟ وبلاد إيه وكرازة إيه اللي أنت بتدور عليها؟ مجنون. ما هو فعلا مجنون، بس هو مجنون بحب ربنا، الله فمش قادر، فعايز هو ده الحب ده، فعايز يدوق الناس التانية. زي الأم كده، الأم بتحب ابنها وطفلها بطريقة يعني إحنا مش بنقدر نفهمها ولا نعبر عنها، بس هي بتبان في حنانها، في التكير اللي بتعمله لاولادها، تطلع زي ما بيقولوا كده احنا عندنا في مصر ايه، تطلع من بقها وتدي لابنها. حب كده غريب ربنا بيحطه في الام مع اي ام طبعا، يعني سواء يعني حب، هي خدمة حب يعني. هي خدمة حب سيد. طب سيدنا ايه موضوع بقى كلمة اللاهوت الكرازي دي؟ معلش سيدنا أعن ضعفنا وعدم فهمنا، تشرح لنا النهاردة سيدنا يعني بشكل سريع، ما كلمة يعني ايه كلمة لاهوت كرازي، وهل فعلا الكرازة ليها لاهوت ولا لا؟ ما هي لاهوتها في ان انا بحب ربنا، اقرب من ربنا. طب اقرب من ربنا ازاي؟ ربنا مدينا حاجات كتير قوي، وسائل كتير، الوسائل الاسرار. اقرب من ربنا عن طريق الكتاب المقدس، اتملي من ربنا عن طريق سير القديسين، عن طريق الوعظات اللي انا بسمعها. واحد عايز يملى كيانه كله بربنا، فتلاقيه عمال يحب ربنا، عايز يقرأ وعايز يدرس وعايز يسمع وعايز يختبر الحياة الروحية دي شكلها إيه، وعايز ينمو في الصلاة، وعايز يحب ربنا زي ما قال كده كل كيانه بيحب ربنا، فيروح يخرج من نفسه، فما يقدرش يقعد في المكان اللي هو فيه. هو ده اللاهوت الكرازي. يعمل إيه بقى؟ يروح يقول للناس، يطلع حب ربنا اللي هو اتشبع بيه دوت للناس، عن طريق أعمال خيرية، عن طريق كلام، عن طريق قدوة، عن طريق مثال حي، كتير أوي 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 يعني. ده معناها البسيط خالص معناها يعني. الجميل، لان احنا ساعات لما بنفهم الكلمه دي بنحس ان حاجه جامده كده تقيله، وان هي محتاجه بقى دراسه فظيعه، وان احنا مش هنقدر نعملها، فعشان كده بالنسبه لنا الكلمه دي صعبه. فكويس ان احنا سمعنا شرحها من نيافتك، يعني لان الحياه المختبره اهم كتير من حاجات اللي تبقى محفوظه. يعني سيدنا، هل البدايه واحده مع كل الناس؟ يعني هل اسلوبنا ومنهجنا في الكرازه بيمشي مع كل الشعوب، ولا بتختلف من بلد لبلد ومن ثقافه لثقافه؟ صدقيني بتختلف من شخص لشخص. الكرازة هي اللي علمها لنا ربنا، هي الخدمة الفردية. يعني إيه الخدمة الفردية؟ ده بيختلف عن ده. البلد طبعا بتختلف عن البلد، ظروف البلد والكالتشر بتاعت كل بلد بتختلف عن التانية، كل شعب ليه الطبيعة بتاعته. عشان كده جميل أوي لما الواحد يروح بلد يعرف السيكولوجي بتاع الناس دي، طبعها إيه، تقاليدها ايه. احنا ساعات عندنا يعني لما بنروح يقول هنخدم في حتة بره مصر،
بننقل كل الحاجات الجميله الحلوه الكالتشر بتاعنا بره، بس ساعات ما بيمشيش، يعني ساعات ما ينفعش، يعني ساعات نبقى لازم يبقى في فليكسبيليتي كده، مرونه شويه. مرونه مش معناها ان احنا بنسيب العقيده ونسيب التقاليد، لا 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 لا، انا قصدي برضو نشوف الناس اللي احنا بنخدمهم هنوصل لهم ازاي، بانه طريقه، الوقت المناسب امتى نتكلمهم. يعني ده مره هنا اهو، حد لسه جه الكنيسه بتاع، فواحد من العرب يعني، فقال له تتعمد بقى عشان تتناول وسيدنا يعمدك لا، ده واحد لسه اول مره يزور الكنيسه، عايز يعرف انتوا ايه، هو انتوا شكلكم لابسين كده ليه، هي ايه الكنيسه بتاعتكم دي، ولا بتتكلم عن ايه، هروح انا عايز اعمده وعايز اخليه يتناول، ما بالراحه شويه. هو احنا هي احنا مشكلتنا ان احنا نعمد الناس، ولا نخلي الناس تيجي للكنيسه وخلاص بس على كده يعني، ومفيش رعايه، مفيش بنجهزها، مفيش الكلام ده كله. فلازم نشوف الناس اللي قدامنا، كل واحد ليه طريقه معينه، وربنا بيدي حكمه وربنا بيدي نعمه. صدقوني يعني ما بالراحة شوية هي طبعا احنا حلوه قوي الانسان، علشان يقرب من الانسان التاني لازم يعرف عنه. انا فاكر قداسه البابا شنوده ربنا ينيح نفسه قال لي كده، تتعلم اللغه بتاعتهم علشان تسمع اعترافاتهم علشان تعرف تتكلم معاهم. فهو كان بياكد لي على حته اللغه، فطبعا اللغه دي هي وسيله التعامل، وطبعا الروح القدس الصحيح هو اللي بيدي نعمه وبيدي بركه يعني. فعايز اقول ان كل مكان ليه الطريقه بتاعته، وربنا بيدي النعمه وبيدي الحكمه، فما بنخافش يعني مش هنقول طب انا هروح اعمل ايه، لا تخف، لا تقل اني ولد، ما تقولش انا مش بعرف اتكلم، ما تقولش انا هقول ايه، ما تقولش هروح طب هيستقبلوني ازاي، لا ما تخافش، سيب الكلام ده كله على ربنا يعني. أمين يا رب. سيدنا ساعات كتير يعني زي ما نيافتك تعلم بنفتكر إن خدمة الكرازة ليها ناسها معينة كده، وبيدخل الخوف طبعا زي ما سيدنا كنت بتقول، وبنحس إن احنا مش قد الخدمة دي. دايما الخدمة دي يمكن مش واخدة حقها لسه في كنيستنا الأرثوذكسية، وأتمنى يا رب إن ربنا يبارك فيها وتاخد وتنمو أكثر وأكثر كمان يعني. فهل يا سيدنا هل كل الناس تنفع لخدمة الكرازة ولا مش كل الناس تنفع؟ وإيه الصفات الأساسية اللي لازم تكون موجودة في أي خادم في خدمة الكرازة؟ كل واحد ينفع يبقى كارز، عارفه ليه؟ القديس يوحنا ذا بالفم قال يعني ما فيش يعني انسان مسيحي معايا يقدر يقول انا مش هعرف شخصيتي واسلوبي، وما ينفعش ما دام كونك ان انت مسيحي تقدر تكون ان انت مؤثر، لان الروح القدس اللي جوانا هو اللي بيتكلم، هو اللي بيشتغل، هو اللي بيعمل، بس انت الواحد بيسيب نفسه. حلو قوي ان الواحد يدرس ويعرف، واحنا محتاجين دلوقتي كارزين يعني متعلمين، مش عايز اقول متعلمين بقى عقيده ولاهوت ودكتوراه وماجستير لا لا لا، هو الانسان اصلي احنا بطبيعتنا كاتربينا في الكنيسه، فعرفنا حاجات كتير قوي، نشكر ربنا ونشكر كنيستنا ونشكر ابائنا اللي علمونا وتعبوا فينا وتعبوا في الكنيسه يعني، فبنبقى عارفين. بس حلو قوي ان احنا نثقل الحاجات ديت علشان نبقى مستعدين، احنا نفسنا نعلم. انا فاكر قدس ابونا داود لمعي، وبكررها تاني برضو لان طبعا ربنا يحافظ عليه، طبعا عامل مجهود كبير جدا جدا وعامل كرازه طبعا حلوه جدا، فيقول كده علموا الكرازه من مدارس الاحد، دايما انا بقولها ودايما ونعمل وبيدي كورسات ومعاهد والكلام ده كله. احنا دلوقتي عايزين ناس تبقى عندها الاستعداد، انا عايز يا ربي تبشرونا بموتي، ما هي دي كرازه، احنا بنقعد نقول بس ونعلي صوتنا في امين امين امين، وتبشرونا بموتي وتعترفونا، طيب فين الكلام دوت؟ هو كلامه خلاص. فعايزين نطلع، كل واحد يقدر يكرز وكل واحد يقدر يتكلم عن المسيح. صفات الـ 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 الكارز ده، هو الكارز ده بقى مش بطل وحاجة كده يعني بتخترق الطبيعة، وواحد بقى يعني هيبقى يتكلم كده زي
يوحنا ده بالفم، ولا واحد زي معلمنا بولس الرسول والتاني هيعمل معجزات، الكلام ده كله. هي عايزه واحد بيحب ربنا، بس الحب العملي، الحب العملي يعني عنده قلب كبير يقدر يستحمل، يقدر يقول اللي ما يتعملش النهارده يتعمل بكره. انسان مرن، مرن يعني ايه؟ يعني مش معقد الدنيا كده وهي تمشي كده وما تجيش الا كده، واحنا اتعلمنا كده واستلمنا كده. لا، نستلم ونعمل كل حاجه بس في مرونه. واحد كده عنده يقول لك ايه؟ ثقه في ربنا. انا ما انا، انا ولا حاجه، المسيح هو اللي بيشتغل فيا. واحد متواضع، واحد يعرف يسمع صوت ربنا، واحد ماسك في الصلاه قوي، ماسك في ربنا قوي. يا رب انت جبتني هنا، يعني انا هو الحاضر، يعني انا العذراء بتعلمنا كده، يعني هوذا انا امة الرب، انتوا علمتونا كده يا رب، وقلت ما تخافش انا معك، انا اشددك، لن اتركك، لن اهملك، فانا محتاج لك انا يا رب دلوقتي. واحد يعرف يسمع صوت ربنا، واحد ما يعقدش الدنيا، واحد ما يعقدش الناس اللي يثقل عليهم، واحد كده. المسيح كده يعني احنا عرفنا المسيح، ويقول لك ايه؟ واياه مصلوبا. حركه الصليب دي حركه حب، يعني حركه كرازه، حركه كل الناس تعالوا إليا، تعالوا هنا في حضني، انا ابوكم، ما تخافوش من اي حاجه. واحد يقول لا تنظر الى الوراء، ما تبصوش لورا، ما نبصش للسلبيات، قوم وتوب وابتدي من جديد. لازم تصدق وتؤمن ان الله يعمل معجزات في كل وقت وبأي حد. ربنا بيعمل معجزات، وبنسمع بقى معجزات كتيرة في الناس اللي بتكرز دي. نصبر، صبر، الصبر دي فضيلة، اللي يقتنيها يبقى فعلا هيوصل لقلوب الناس ويوصل الناس لقلب ربنا على طول. بس اصبر. انا فاكر الله يريح نفسه ابونا فانوس الانبا بولا عندنا كان دايما يقول كده، اصبر انت شويه. الناس تيجي تحكي ونقول يا ابونا الخدمه، اصبر انت شويه، وليه ضحكه كده وليه بصه كده يعني. ف تكون عظه، ما تقعدش تقعد تحضر بقى وكلمه من هنا وكلمه من هنا، ده كل ده حلو، بس خليك حس بالكلام اللي انت بتوعظ بيه، وصل للناس ان هم يعيشوا العظه مش يسمعوها وخلاص. يعني زي كده يقول لك كأن الله يعز بنا. يعني نهايه كل شيء خيرا من بدايته. حضرتك قلت 20 سنه من اول يوم، حته اوضه وكرسيين واشتريت ترابيزه، الوقت بقى نشكر ربنا، يعني في خدمة وفي شعب على قدنا طبعا، لكن وفي ناس وفي كنايس وفي بركة، والواحد كل ما يقعد يفكر هي دي المعجزات. واحنا فاكرين المعجزات يعني انا احط ايدي على واحد اقومه من الموت، هي دي المعجزة؟ لا لا لا، المعجزة دي يعني ليها احساس تاني في الكرازة، يعني حاجات كتيرة قوي. يعني حاجات ما كتير جدا نشتكيش، ما ما نشتكيش. نشتكيش، ما نشتكيش، نشتغل باللي معانا، نشتغل على قدنا، نشتغل النهارده، ما نأجلش لبكره، نقوم، انهض، ما تخافش، نبقى فرحانين واحنا بنعمل العمل، مش بنبقى احنا يعني خايفين كده ومتضايقين ومجبرين ليه؟ مين اكبرك؟ يعني واحد بيحب ربنا وعايز الناس كلها تحب ربنا، يعني كلمات موضوع مشجعة كبير قوي. سيدنا لينا وجميلة جدا. لا صدقني نيافتك اختصرت يعني صفات جميلة جدا لازم تكون متوفرة فينا، ما بين الصبر، والصبر ده من الحاجات اللي في الكرازة يعني مهمة جدا جدا. الإنسان في العادي لما يعني ما بيلاقيش في بداية الخدمة أي خدمة ثمر ممكن ييأس على طول ويقول لا أنا هسيب المكان، وبتحصل مع ناس كتير. فخدمة الكرازة هي خدمة صبر ده نمبر وان، يعني زي ما نيافتك بتقول، ومفيش ملل وإيمان إن ربنا معانا وبيبارك يا سيدنا. معظمنا إحنا نتكلم بقى بصراحة النهاردة زي ما نيافتك معودنا بيفكر لما تيجي سيرة خدمة الكرازة إن هي خدمة عبارة عن إن سفر وتعب ومشقة جدا. كل واحد يقول الله دي صور جميلة، دي صور معموديات حلوة في أمريكا الجنوبية ولا في أفريقيا ولا أيا كان، الله دي جميلة، الله عمل ربنا. فدايما رابطين الكرازة بالسفر.
فعشان كده ما حدش فينا بيقترب ناحية الحتة دي، وأنا بكلم نيافتك بصراحة. فهل تفكيرنا ده حقيقي صح يعني ولا غلط؟ احنا عايزين نتعلم النهاردة من نيافتك. وتاني نقطة، لو هنتكلم بشكل عملي، واحنا دلوقتي ناس كتير قاعدة في بيوتها أو ناس كتير بتشتغل من البيت، فهي ممكن نبدأ حتى في المنطقة حوالينا، في البيوت، في جيراننا، في عملنا، إن احنا نبدأ نتكلم الناس، بس مش عارفين نبدأ إزاي. فإحنا مع نيافتك النهاردة عشان نتعلم ونتلمس ونسمع من نيافتك كلمات الناعمين. كل واحد يقدر يكرز، كل واحد يقدر يبشر، كل واحد يقدر يتكلم عن المسيح. مش بقول نتكلم المسيح نمسك ميكروفون ونطلع في الميادين، وإن كان بعض الكارزين بيعملوا كده في بعض الولايات، أو آسف، بعض البلاد. على حسب، أنا كان مرة رحت كولومبيا مثلا في الشارع في السوق، لان الناس اتلمت حوالينا كده، هو طبعا افتكروا انا حاوي مثلا، دقني كده وجلابيه سودا ومش عارف ايه، فقال لك تعالى نشوف دول. وكان معايا ابونا مسيب الخير بقى، ابونا ميخائيل عزيز بتاع فلوريدا، فيعني قال لك نشوف دول ايه، دول حاوي ده يعني بيعمل ماجيك ولا ايه يعني. فابتدينا نتكلم والناس جم بالليل، الاوتيل اللي احنا كنا قاعدين فيه، خدنا الصاله وقعدنا نتكلم ورنمنا وشرحنا وقلنا ده من ضمن الـ الزيارات يعني. ف يعني احنا كلنا لازم نحب الاخرين، في مش لازم انا بقول تعالوا يا جماعه كريزوا هنا وشرحنا وقلنا ده من ضمن تعالوا يا جماعه اسمعونا، تعالوا روحوا معانا اقطعوا تذكرة وتعال. لا، مش كله يقدر يقطع تذكرة ويجي، مش كل وقته واحد وقته يسمح بالحاجات دي. لا، وهنتكلم يمكن لو ربنا ادى فرصة ان فعلا الناس بتيجي وبتعمل خدمة، يعني حاجة كده، حاجة تفرح قلب ربنا. يعني مش بقول خدمة عظيمة بقى وبيعملوا وبيجوا، لا، تفرح قلب ربنا لانها بتفرح ولاد ربنا يعني. فاللي عايز اقوله، كل واحد يخدم بالموهبه اللي ربنا اداها له. انا مره احد الاطباء، كنت مره في اجتماع في احد البلاد يعني، فقال لي بص يعني انا مش هقدر اجي، يعني انا مش فاضي يعني، او مش هقدر اجي، بس شوفوا محتاجين ايه للخدمه. خلاص اوكي، كتر خير. هي مش الفكره ان انا اسف يعني شيك بيتكتب ولا فلوس بتدفع، لا، هو عايز يخدم وبيحب ربنا، بس حتة الوقت مش سامحة، فممكن يخدم بطريقة تانية. خلاص أوكي، في مهندسين بيجوا هنا هوت مثلا يعملوا حاجة معينة، مهندسين أنا مش عايز بقى يعني، إحنا عارفين الكلام ده كله، ده أنا هقول لكم يعني الطلبة الصغيرين الشباب الحلو من أول بتاع هاي سكول وبتاع الكوليدج والكلام ده كله، لما بيجوا بيعملوا طبعا خدمات رائعة، بيفرحوا قلب ربنا ويفرحوا قلب الناس. ده أنا فاكر زمان حوالي 10 سنين يعني، طبعا هم الوقت متجوزين ومخلفين، فييجوا يغسلوا يدخلوا البيت، هو مش بيت طبعا، هي عشة حاجة كده يعني، عشة ما أعرفش الناس فاكرة العشة طبعا بتاعت مصر يعني، اللي هي بقى إيه، يا ريت بالخشب لا لا، ده حاجة بلاستيك كده يعني، يدخلوا يطلعوا الحاجات، المواعين والحلل، اللي واحده تغسل والتانيه شايله العيال وبنات يعني، دول كانوا من كندا فاكر الرحله دي يعني. يعني كل واحد زي ما يفتك تقول على حسب مقدرته، حسب النعمة اللي ربنا مديها له. كل واحد يعني كلنا أعضاء بنكمل بعض، يعني مش لازم بالظبط، في موهبة حد الكلمة مش ممكن زي الكلمه، لا 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 لا، ده في ناس بتنط، في بياضوا بياض وبنات، وتشوف شعرهم المنكوش بقى وشكلهم اتغير خالص بقى يعني. يعني ايه ده، ايه ده، انتوا يعني عمالين يبيضوا، عمالين يسنفروا احنا الحيطه، كمان هنوري يوفروا. للسادة المشاهدين في الجزء الأخير من الحلقة صور كل نتكلم مجموعات ساعتها. الشباب اللي بتيجي في كنائس المهجر، وسيدنا هيشرح لنا. احنا معانا صور على فكرة جميلة جدا، سيدنا محضرها لنا وبعتها لنا. هتشوف كل الخدمات اللي سيدنا بيتكلم عليها، سواء الروحية أو الطبية أو التعليمية اللي موجودة في بوليفيا بأمريكا الجنوبية. أنا عندي سؤال مهم قوي يا سيدنا، متهيألي كل الناس بتسأله يعني في مخهم. احنا ملناش خبرة زي ما اتفقنا، وعايزين نتعلم برضو النهاردة من يفتك. ناس كتير بتعتقد إنها لازم تكلم الناس في الكرازة عن العقيدة،
عقيدتنا يعني بشكل عام، وان ده اساسي في الكرازه. فهل الكلام ده صح؟ هل نيافتك بتكرز بالعقيده، ولا ازاي بتكون شكل الكرازه في امريكا الجنوبيه او في اي مكان بشكل عام يعني؟ بيحضرني قول حلو قوي لابونا القمص ربنا يديله الصحه ويخليه للكنيسه، ابونا تدرس يعقوب، يقول كده ايه، بصوا احنا عايزين نجيب الناس للمسيح مش الناس للكنيسه. ودايما بقولها ودايما بتسال السؤال ده، ان كان في اي دوله بروحها بزورها او ان كان في نفس البلد هنا في بوليفيا يعني، او لما بروح مثلا في بلاد من اللي هي لسه بنبتدي فيها خدمه دي، عندك كام واحد؟ عندك كام كنيسة؟ شعبك قد إيه؟ هو ده اللي يفرق مع الناس، العدد بس كده. ده المسيح راح للسامرية، المسيح يقول لك وكان لابد أن يجتاز من السامرة، المسيح كان بيدور على زكة. الخدمات اللي الواحد يترك ال99 ويدور على الواحد دوت. عشان كده يعني اللي انا عايز اقوله، يا ريت يبقى في حته الحب وندور على الاخرين. حته العقيده احنا عمرنا ما هنفرط في العقيده، عمرنا ما هنسيب العقيده بتاعتنا، بس اهم حاجه اوصلها للناس ازاي. انتوا عارفين زي المدرس كده، في مدرس يبقى شاطر جدا 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 ويحبب في الولاد الماده بتاعته قوي، وفي مدرس على قمه ماجستير ودكتوراه بس يعقد العيال اللي قدامه، يعقدهم في الماده ويخليهم ما يحبوش المدرسه و زي برضو انا اسف يعني زينا احنا. يعني احنا ممكن نحبب الناس في المسيح، نحبب الناس في الكنيسه، وفي ناس لا، يعني هو كده يبقى كده، ما ينفعش يبقى حاجه تانية يعني. لا ينفع يا ابونا وينفع يا اخ، هو اتفضل. نيافتك يعني اثرت نقطه معينه دلوقتي يعني جت في بالي، ان احنا فعلا لما بيدخل، انا بتكلم في دول المهجر بشكل عام، مش بتكلم في يعني في امريكا الجنوبيه، لما بيدخل حد عندنا ويتعم بنفرح قوي وبنزقط بقى يعني جدا، احنا عمدنا النهارده وكده. بعد كام شهر الشخص ده او الانسانه دي سيبوا الكنيسه. طب ايه الموضوع؟ طب ما هو كانوا حبوا الايمان وايمانه والعقيده الارثوذكسي، طب ايه اللي حصل؟ ما بنبقاش فاهمين. النقطه دي مهمه وانا احب اسمع تعليق يفتك فيها يعني. حلو قوي نجيب ناس للمسيح، دي خدمة جميلة قوي، بس الخدمة الأهم منها المتابعة. المتابعة يعني إيه؟ يعني أنا بفتح له قلبي، بفتح له الكنيسة، بفتح له قلوب الناس عشان يستقبلوه. عشان كده مهم قوي يعني أنا كتير قوي يسألوني، يعني طبعا في ناس ممكن تتفق معايا وفي ناس تبقى مش متفقة معايا، طبعا كل واحد ليه رأيه وبنحترم طبعا بعض وبنحترم آراء بعض. يعني هو ينفع واحد يعني قبطي يتجوز واحدة غير قبطية يعني من كنيسة تانية؟ هو ينفع واحد مصري يعني يتجوز واحدة أمريكانية أو واحدة فرنسوية أو واحدة أسترالية يعني بيور؟ يعني ينفع؟ وهل الزيجة دي هتكمل؟ وطب والكالتشر بتاعنا والكالتشر بتاعهم؟ هم بيفكروا في الكالتشر بتاعهم، لكن ابنهم ما هو واخد الكالتشر اللي هو اتربى فيه، يعني كان امريكان ولا كان كنديان ولا كان استراليان، لكن ما بنفكرش في الحته دي، ما بنحاولش نستوعب الاخرين ونحبهم، يعني نحبهم ونديهم مجالات يعني دخلوهم بينا. عشان كده في ناس تيجي وبعد كده ما يحسوش بترحاب قوي. احنا دايما اقولها يا جماعه، في كنائس تانية هنتعلم منها، اللي بيدخل ما بيسيبش الكنيسه تاني، حتى لو عايز يسيب هم لا يمكن يسيبوه، ما يفرطوش فيه. لكن احنا بنسم الصليب كنيستنا الجميله الحلوه اللي مليانه يعني بيقولوها بالاسباني ريكا، يعني فيري ريتش بحاجات كتيره قوي، والناس بتيجي تسال في كنائسنا وعايزه تعرف. يعني احنا يعني مش بنهتم قوي، ولما بنهتم وبيجي وبنبقى فرحانين بعد كده يقعدوا شوية ويمشوا. افتحوا قلبكم يا جماعة، خلي هي دي ده اللاهوت الكرازي، خلوكم كرازيين حتى للناس اللي داخلين كنيستنا، اللي داخلين الإيمان جديد، اللي بيتعرفوا حتى على الكنيسة. ده في مرة واحد يدخل يتفرج على الكنيسة بس، وشباب حلو قوي يقعدوا يعملوا زي فيستيفال كده ويشرحوا له الايقونات وكده وكده، بس هو ده الهدف بتاعنا بس يعني، بس كده.
ما تسيبوش، واحد جاي لك لغايه عندك. حتى لو عايز يعرف بس اديله وطلع له الحاجات الجميله بتاعت ربنا، بتاعت المسيح، بتاعت الكنيسه اللي مليانه حاجات جميله قوي. فعشان كده افتحوا قلبكم للاخرين، ما نبقاش كده يعني احنا على قدنا واصل احنا تعودنا على كده، ويروحوا كنيسه تانية او بيفتحوا الوقت كنايس ميشن تشيرش وامريكان تشيرش ومش عارف ايه. لا لا لا، عايزين نبقى جسد واحد نحس ببعض. آمين يا سيدنا. وقبل ما نختم الجزء الأولاني والنقط في النقط اللي احنا بنتكلم فيها عشان هننقل بعد كده لكرازة السيدة العذراء وعن التقاليد وعادات دول أمريكا الجنوبية، خليني أسأل نيافتك إزاي الموضوع بيتم في البداية؟ هل بيتم المعمودية على طول أو بعد، ولا بياخدوا وقت قبل موضوع المعمودية؟ معلش، هو برضه طبعا احنا عايزين نفهم نو وشوقين نتعلم يعني. حلو. بالنسبة للأطفال الصغيرين يعني إيه هتستغربوا، يعني حد يقول لي يجي لنا كده، هو مثلا عايز أعمد ابني وفي التاريخ ده عشان كمل سنة عيد ميلاده، يعني هم ليهم تقاليد كده وحاجات معينة، بستقبله وبفتح له الكنيسة وبفرجه وأهلا وسهلا، وما بتكلمش خالص في المعمودية ولا أو أو أصل القوانين و40 يوم و80 يوم وبنته بقاله إزاي سنة وما عمدتوش والتاريخ ده إحنا مش فاضيين وما بيعملش قداس. لا لا لا، افتح له الكنيسة وفرجه وابتدي أشرح له إيه كنيستنا الحلوة دي. طب أنت عرفت الكنيسة منين؟ أنت عرفتها إزاي؟ أنت عارف اسم الكنيسة إيه؟ هو أنت ساكن هنا؟ فابتدي من هنا أبتدي أشرح له، أقول له طب أنت يعني لسه ما تعرفش الكنيسة قوي، طب انت دلوقتي يعني احنا الاثنين هنبقى مسؤولين عن الطفل دوت قدام ربنا، فالمسؤوليه ديت انت ابوه ولا انت امه، وانا ابقى المسؤول عنه قدام ربنا روحيا. طيب مش انتوا برضو لازم تعرفوا الكنيسه دي ايه؟ طب ايه رايكم، طب تعالوا كده عندنا الحد الجاي ده قداس، تعالوا شوفوا القداس. حتى لما حد يسالكم يقول لكم هو انا ابنكم ده هيتعمد فين، هتقولوا مش عارف الكنيسه اللي في هتقولوا العنوان ده لو افتكرتوا العنوان يعني، ولا اسم الكنيسة ايه، ولا بتؤمن بايه، ولا انا يعني عايز ايه من خلال الطفل. هو الطفل ملوش ذنب، هيتعمد هيتعمد وهعمده وهعمده، بس انا عايز اكسب اكتر، اكسب الناس دي، لان بيبقى حتى ساعات مش متجوزين يعني ولا متجوزين مدني ولا متجوزين كنسي. طب ليكوا كنيسة؟ كنا بنروح. طب يعني ناس بسطة، طب خلاص حلو، جايين لغاية عندي وانا ما تعبتش فيهم، ده جايين لغاية عندي يا جماعة، فانا اسيبهم كده يعني؟ المسيح بعت لي ولاده اهو، اروح انا يعني اقول له لا واقول له اصل لا. ابتدي معاه تعالوا الحد الجاي، وبعدها كده حتى تتعرفوا على الناس وتشوفوا الكنيسه وتشوفوا جو الكنيسه، وابتدي بقى طب تليفوناتك ايه و و و لو طبعا في ناس ساعات يقولوا ايه بقى، اصل خالة الولد اللي هي الاشبين جايه من اسبانيا او جاي من الارجنتين واخده اجازه في الفتره دي وعايزه اتعمد فكده بنتحط في ايه يعني ما... فخلاص نعمد الولد ونفرح العيله ونكمل بعد كده الشغل بتاعنا والكرازه بتاعتنا ونجيبهم ونهتم بيهم يعني. زمان في الاول خالص كان اي حد عايز يتعمد ما بصدق، حلو الناس تعرف وبتلكك، بس عمري ما قلت لحد تعالى اعمدك، عمري ما قلت لحد سيب كنيستك وتعالى الكنيسه دي احسن كنيسه، وكنيسه بقى ارثوذكسيه والعقيده فيها واللاهوت فيها والروحانيات فيها ودي الكنيسه القديمه وهي دي اللي هتدخل السماء لا فيش الكلام ده خالص يعني. ليه؟ ليه؟ ما هو حضرتك قلت في البرنامج في الاول هم معظمهم مسيحيين، لكن يعني ايه كلمه مسيحيين؟ طبعا بتفرق واحد عن التاني يعني. فعشان كده وده الأصعب يا سيدنا، يعني طبعا. نيافتك مش رايح في حتة ما فيهاش المسيحية، المسيحية موجودة already، فده حلم. وعارفين بس عايز اقربهم من ربنا بقى، اللاهوت الكرازي العملي ان انا اقربهم للمسيح، يقربوا يحبوه ووديهم الحلاوه بتاعت الكنيسه بتاعتنا واخليهم يدوقوها وشويه شويه ويتعودوا عليها، ودي انا مسؤوليتي ان انا اعودهم اخليهم احببهم في ربنا ازاي، وهم مش عارفين. واحد خام وبعدين شاف كنيسته اللي هو جاي منها ما فيهاش الحاجات دي، ما فيهاش حتى يعني طبعا مش عايز قديم، لكن يعني حاجات كتيرة يعني، لكن طب احنا نديله بقى الحب ده كله الاهتمام ده كله يعني.
فطبعا عايز اقول كل واحد مختلف في طريقته عن التانية، اللي اتعامل وهو صغير، في ناس تتعامل وهي كبيره، في ناس ولادها متعمدين بقى لهم 8 سنين 9 سنين 10 سنين وهم لغايه من ايه، من حوالي السنه اللي فاتت بس، يعني بعد 8 سنين ولا 9 سنين عايزين نتناول. ياه، النقطة الله مهمة أوي، يعمل ويعمل في هدوء، نصبر الصبر ده نصبر أهم على حاجة اختلاط يعني يا الناس. سيدنا، اه يعني المرونة في الخدمة والصبر. هيجوا، احنا مستعجلين ليه؟ بس اخدمهم حتى لو ما تعمدوش، حتى لو ما خدوش الميرون، حتى لو بيحضروا بس القداس والاجتماع كده وخلاص، انا بخدمهم، انا مسؤول عنهم مش مسؤول عن اللي تعمدوا، انا مش كاتب بيانات اللي تعمدوا مين وهم دول في الليسته الاولانيه، والباقي دول يعني اللي هم الموعظين يعني سكند، يعني في فيرست وفي سكند، لا كله بنحب الكل وقلبنا مفتوح، مفتوح للكل. وبيجي في ناس بدأوا في الكنيسة وبعد 6 سنين ابتدوا عايزين يتجوزوا في الكنيسة. طب انتوا ده انتوا بقالكم 6 سنين حتى ما تعمدتوش. فالناس بيقول لك، الناس اللي بتيجي الرحلات تقول لك هم مش كل الكنيسة ليه اتناولت؟ أصل مش كلهم واخدين ميرون في الكنيسة أو كلهم مش متعمدين. إيه ده؟ يعني مش زي عندنا بقى الكنيسة كلها طبعا في المهجر يعني، أو في أمريكا أو في أي بلد يعني كله بيتناول. لا ايه ده، يعني هو ينفع يبقوا موجودين في القداس وهم مش متعمدين وهم دي كرازه، انا مش في كنيسه يعني، مش في كنيسه عاديه تقليديه، ده شعب غير الشعب، وكالتشر غير الكالتشر، والكنيسه غير الكنيسه، وكنيسه جديده لسه بتتاسس في الدول دي، لسه الناس بتتعرف عليها، ده حتى ال كان القيادات الدينيه الاخرى لسه برضه بيتعرفوا وبيتعلموا. يعني لدرجه ان مره كنت في بيرو فقعدت مع الاسقف بتاع بيرو والاسقف المساعد، قال لي يعني ممكن نعمل انك تيجي تدي محاضرات عن الكنيسه القبطيه للكهنه بتوعنا، عشان احنا بصراحه ما عندناش فكره، ما نعرفش، ما عندناش معلومات وهكذا يعني. ف باب الكنيسه مفتوح للكل. وزي ما نيافتك قلت كلمة القوموس تدرس يعقوب ملطي، احنا عاوزين نجيب ناس للمسيح مش عايزين نجيب ناس الكنيسة وبس يعني. وأحلى كلمة نختم بيها هذا الجزء عشان ننتقل مع نيافتك للجزء الآخر، وكرازة السيدة العذراء الصامتة المبادرة، ونتعلم أيضا ونتعرف على قصص واقعية وعادات وتقاليد جميلة لشعب أمريكا الجنوبية، سواء في عادات في الصيام أو في الزواج، عادات يعني الاحتفالات بشكل عام. إحنا سيدنا نبدأ بكرازة السيدة العذراء الجميلة الصامتة الدائمة الطاعة المبادرة يعني، على عكسنا طبعا تماما، إحنا دايما نستنى حد يقول لنا الخدمة يعني، بحس إن إحنا بنضيع إكليل كبير قوي لما نستنى دايما أبونا أو أمين الخدمة أو زميلنا في الخدمة أو أي حد لازم هو اللي يدينا أوردر، لكن المبادرة يعني من نفسنا لا، مش دايما بصراحة يعني، مش بعمم، أكيد في ناس طبعا حلوين وكويسين، بس بقول معظمنا يعني يا دوبك كده، لو ما حدش قال لنا حاجة خلينا كافيين خيرنا شرنا كده، ويا دوبك بقى على قد بيتنا وأسرتنا. إيه اللي نقدر نتعلمه النهاردة من خدمة السيدة العذراء أمنا، الخدمة الجميلة الصامتة؟ طبعا عشان كده ابتدي اقول كل سنه وحضراتكم طيبين بصوم امنا العذراء اللي كل الكنيسه فرحانه بيه وفرحانه فيه وكلنا بنستناه. الصوم ده طبعا ليه مذاقه خاصه جدا جدا جدا، ويا رب الكنيسه وقداسه البابا المعظم الانبا تودروس الثاني وكل الاباء المطرنه والاباء الاساقفه والاباء القمامسه والكهنه والشعب والخدام كلنا فرحانين كده بالست العذراء امنا، هي بتسمع وهي بتشفع فينا وهي بتعلمنا الخدمه وما زالت بتخدمنا من خلال شفاعتها ومن خلال معجزاتها. تفكرين كنت لسه بتكلم قريب عن، وطبعا سمعنا، انا مش هقول وعظه بس هقول حاجه صغيره، ان فعلا العذراء دي عشان كده ربنا عايز الكارز المتواضع، القلب اللي يقول حاضر، الإيمان القوي من غير تفكير أسيء، هو ده الإيمان، يعني زي ما
عبرانيين قالت لنا عن الإيمان، يعني إن العذراء ابتدت الخدمة بتاعتها، وكلنا عارفين طبعا في الهيكل. في الهيكل يعني إيه؟ كانت شماسة يعني ولا كانت إيه؟ ده كانت من ضمن الذبائح يعني بتاعت العهد القديم، وتنظيفها والدم اللي ينزل والحاجات دي كلها، فتبتدي تنظف وتمسح وتشيل وتخلي الدنيا نظيفة كده. فكانت خدمة صعبة قوي يعني، وطفلة طفلة صغيرة يعني، وهي دي الخدمة. عشان كده بقول كلنا لازم نخدم، كلنا مطالبين بالخدمة بحسب الموهبة المعطاة، واللي ما يعرفش يتعلم، واللي ما يعرفش يسأل. فالعذراء كانت كلها على بعض كده خدمة، دي من أول نقطة وهي طفلة صغيرة. لما نيجي بقى بعد كده، لما قالت هوذا أنا أمة الرب. أمة الرب يعني إيه؟ يعني خدمة، خدمة، لا مش خدمة، مش خادمة الرب، لا أمة الرب، يعني بيسموها بالأسباني اسكلابة. اسكلابة يعني عبدة، العبيد، العبدة دي. عشان كده احنا يعني ده انا ما اشتم واحد بقول له انت عبد، لكن احنا بنقول لها في افرحي يا مريم العبده، هي قالت على نفسها واحنا بنمجدها في الكلمه دي. عبده يعني ايه؟ يعني خادمه، يعني بتخدم بقلبها، بتخدم من غير ما تشتكي، بتخدم باللي ربنا اداها لها، بتخدم وهي في طاعه. فروحي هنا حاضر، تعالي هنا حاضر، روحي مصر حاضر. لقيت أول في بداية خدمتها الجميلة، أنت هتحملي وتلدين طفلا ونسيبتك الإصابات حبلى في الشهر السادس، حبلى في الشهر السادس. أنا بتهيألي أول ما الملاك خلص راحت لما شنطتها بقى بيسموها بؤجة يعني كده، حتة بتاعه فيها غيارين ولا حاجة وجلابية، وراحت الطفلة الصغيرة 13 سنة 14 سنة دي، وراحت تقول لك في الجبال تمشي. طيب مش تستني يوسف البار تقولي له طب انا لا ما اقدرش استنى، ما اقدرش، هو ده الخادم الكرازي الناري، ما اقدرش اسمع ان في حد محتاج وما اروحلوش. طب لما يطلبه، طب ما جايز، جايز بقى حتة الشيطان بقى طب ما جايز عندها ناس، ما جايز عنده فلوس، ما جايز حد دفع له بمستشفى، ما جايز حد بيهتم بأولاده، ما جايز حد، لا 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 ما عنديش الكلام ده كله. زيادة الخير خيرين، أنا أروح أخد بركة الخدمة ديت وأدور على الخدمة، ما استناش الخدمة لما تجيلي يا جماعة. دي فرص، فرص. عشان كده عودونا وإحنا صغيرين كده. أنا فاكر لما بنعمل أي خدمة أو بندي أي عشور، احنا اللي بنقول ربنا يعوضك، مش مستنيين هم يقولوا لنا ربنا يعوضك على خدمتك، ربنا يعوضك على العطاياك، لا 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 احنا اللي بنقول يعني. دي ربنا ادانا النعمه دي، وتروح العذراء وتخدم وتستنى. طبعا عارفين خدمه في بيت يعني، والست التانيه ست كبيره تعمل كل حاجه وفي صمت ولا تتكلم ولا تقول اي حاجه، وبعد كده ترجع وتكمل، وبعد كده تسمع ان في عرس قانا الجليل فرح وناس بسطة، تروح تخدم. تخدم فين بقى؟ فين؟ لازم يظهر انا بخدم بقى، يعني لازم بقى اعلان في الفيسبوك وانا رحت وحبيت صور ونقول وعملنا 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 وجبنا وادينا ووزعنا والكلام ده كله. لو بنعملها كده من اجل يعني محبة ربنا ونشجع الناس والناس تفرح حلو، لكن من اجل ذاتنا ومن أجل الناس بقى تقول أنت بتعمل ومش بتعمل، ده كده ده مش صح. ففي فرق برضه. فالعذراء تخدم، وبعد كده حتى وهي بتبص لابنها المصلوب برضه تخلص الموضوع دوت، وتقعد في بيت يوحنا الحبيب تخدم التلاميذ. بتحب الخدمة، الخدمة الصامتة، الخدمة اللي من القلب، جميلة هي دي العذراء العذراء. أمنا، هي دي العذراء أمنا كلنا، اللقب اللي يعني اللي أجمعنا العالم كله بيجمع عليه سيدنا. يعني احنا متشوقين نعرف عادات وتقاليد الشعوب أمريكا الجنوبية اللي دخلوا الإيمان الأرثوذكسي، ونعرف إزاي بقى بيحتفلوا حاجة مثلا زي صيام العذراء، بيصوموا ولا مش بيصوموا، بيحتفلوا إزاي، يعني
نيافتك بقى اشرح لنا كل النقط دي، احنا متشوقين نتعلم ونتعرف على ثقافة الآخرين، يعني اعتبرنا انا كلنا هقول لكم جسد بصراحه، واحد. طبعا انا هقول لكم بصراحه، يعني لاني يعني ايه الاسوان بتاعتنا اللي احنا بنحبها ونحبها فعلا، حتى لو ساعات يعني بنشكي منها شويه لكن بنحبها برضه وما زلنا نحبها لان عارفين الفايده بتاعتها. بصوا معلمنا بولس الرسول الحلو الجميل اللي هو الكارز المثالي في الكتاب المقدس وفي الحياه المسيحيه، اللي يقول كده ايه، سقيتكم لبنا لا طعاما. عارفين العيل الصغير ياخد لبن، الكبير ياخد اكل، والاكل ده على حسب النضج بتاعه والسن بتاعه شويه بشويه. فعشان كده بالراحه شويه على الناس، يعني هم لسه داخلين، هبتدي اقول لهم بصوا عندنا الوقت، انت اصل هو جه في صوم الكبير، فعندنا بقى 55 يوم ما تنفعش تتناول الا لما تصوم، والصيام لازم يكون في صيام انقطاعي عشان معنى الصوم كذا، و ده مش هيسيب الكنيسه، ده هيسيب المسيحيه. يعني هيقول لي مش انا بقول هتكلم لك ايه؟ يعني عشان يا ما جماعه تاخدش بالراحه شويه، مخالفة. بالراحه شويه، يعني كده انت مش بتشجع الناس على الصوم؟ مين اللي قال كده؟ بس خدوه بالراحه شويه، يعني لان هم زي ما مش متعودين قبل كده على مش موضوع متعود. الصيامات دي. احنا كنيسة جميلة وقوية وقلبها دايما كده يعني ملتهب بحب المسيح، فبنحب الصوم وبنحب التسابيح وبنحب الالحان الطويلة وبنحب، لكن مش كل الناس كده، فما ينفعش ان احنا نجبرهم. ما يعرفوش، مش ما تعودوش، ما يعرفوش. فعرفهم الاول هم هيصوموا ليه، يعني تعال اصل برضو الناس دي عشان ما عندهمش الصوم وما يعرفوش ايه صوم ده، يعني ايه صوم، يعني اصل احنا اللحم هنا عندنا رخيصه قوي على فكره، والفراخ ارخص، فهنا بقى ايه، يعني اهلا وسهلا بيكم. هو طبعا كل معظم الناس هيقول لك ما بتاكلناش لحمه وفراخ ليه؟ عشان انتوا بتيجوا في الصيام. بتوفروا لنا يعني كل اللي بيجوا يعني. لكن بنعمل، يعني انا عايز اقول الناس متعوده على اللحمه والفراخ، يعني ما فيش احنا زي عندنا نفوت يوم كده ولا حاجه، لا لازم لحمه وفراخ، لازم ده حاجه يعني، واللحمه طعمها أساسية. حلو على فكره يعني. أيوه المهم يعني عشان تقول لهم ما تاكلوش لحمه وما تاكلوش فراخ، الاكل يبقى كده، طب هو ده الهدف؟ تغيير طعام؟ يعني يسيبوا الاكل ده ويحطوا الاكل ده؟ عرفهم الاول المسيح وحببهم في ربنا، وعرفهم ان ربنا بيحبهم قوي، وخليهم يبطلوا او بلاش يبطلوا، يعني يكتسبوا فضائل حلوه من المسيحيه ومن قربهم من المسيح، وبعد كده هيجي الصوم وهيجي الصلاه وهتيجي التسبيحه وهتيجي الاجبيه. الله، هما بيصلوا اجبيه؟ بيصلوا اجبيه، وفي تسبيحه، في بيصلوا تسبيحه، الأجبية؟ وفي صوم. بيصوموا دلوقتي، في بعضهم بيصوم مش كلهم طبعا، بس لكن زي ما نفتكر مش من الأول، مش من الأول بالراحه نقول لهم كل التعليمات دي. وطبعا سيدنا بيتكلم عن شعوب أمريكا الجنوبية أو الكنيسة الكاريزة بشكل عام، مش علينا إحنا، عشان برضو محدش ياخد الكلام ده يقول إحنا لا لا لا، صوم مش انا كل بتكلم مش عن أهم الكنيسه. حاجة. عشان نبقى لا 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 لا، انا بتكلم عن الكنيسه اللي ما فيهاش مصريين خالص بالظبط كده. خالص، كلهم من نفس البلد، وممكن فاول مره يشوفوا الشكل اللي احنا بنقوله، اول مره يشوفوا الكنيسه، اول مره يسمعوا عن الصوم. يعني صحيح عشان كده لما كان حد يعزمني يعمل لي بقى المخبوزات بتاعتهم، هم ناس كرماء قوي ومع انهم بسطة لكن محبين جدا جدا يعني من قلبهم كده يعني، فيعزموني اقول لهم معلش مش هقدر، يعني ليه مش هتقدر، ليه ده حاجات دي جميله وده احنا متعودين نعملها، اصل احنا عندنا صوم. صوم ايه ده بقى؟ يعني ايه صوم دوت؟ طب وايه يعني صوم، انت ما بتاكلش حاجه خالص؟ لا بناكل يعني، بس هو الاكل كذا وكذا وكذا، بس احنا بنصوم عشان كذا كذا كذا، وفي اصوام الكنيسه كذا، خلصت معلومه بس، واروح محول على موضوع تاني ونكمل بس خدوا وصلوا المعلومه، يعني في صوم، وبالراحه بقى وشويه بشويه وندخل في حاجه تانيه. طب ازاي سيدنا فصح بتحتفلوا دلوقتي مثلا بصيامات العدل. العذر المحمولة على كل طبعا العالم؟ طبعا يعني احنا على قدنا خالص طبعا، لكن ربنا بيبعت لنا شباب حلو وجروبات جميله قوي قوي دايما في صوم العذراء، بيفرحوا الكنيسه بيفرحوا معانا، تحس الكنيسه كده الجميله. طبعا مش اقول دلوقتي في الوقت السنه اللي احنا فيها لان دي سنه مختلفه طبعا، لكن في السنين اللي فاتت تلاقي بقى ايه،
الكنيسة، التسبيحة مثلا، العشية، ولادنا بتوع بوليفيا هنا هوت بيقولوا بالأسباني، وولادنا بتوع أمريكا اللي بيجوا أو كندا بيقولوا بالإنجليش، طبعا ما فيش بالعربي يعني، ما فيش حد بيعرف عربي يعني. وتلاقي كده دول بيرابعوا مع دول زي ما احنا متعودين كده، يقول لك ايه بحري وقبلي، تلاقي الكنيسه كده، تلاقي الروح القدس كده ايه مشعل للدنيا خالص كده اهو. ويجوا نيجي في التمجيد ويقولوا برضه، هم يقولوا لحن واحنا نقول ترنيمه، ونقول لحن على قدنا، وكل واحد على قده. حاجه جميله بقى، طبعا احنا بنعمل الوقت عشيه كل يوم يعني، ودايما يعني واخدين كده بنعمة ربنا كل يوم نتكلم عن العذراء يعني، في خلال يعني الأيام دي أنا بتكلم عن بتولية العذراء كل يوم، ويجي أبونا بعد كده يتكلم عن فضايا العذراء، ويجي بعد كده الأخ فلان يتكلم عن رموز العذراء. وناس كتير جدا من كنايس تانية متابعة أوي المواضيع ديت، وحابة، لأني بنشرح بطريقة بسيطة جدا جدا، ولأن هنا يحبوا العذراء جدا جدا يعني. لكن كتير ما نعرفش نقول للناس الكنائس التانية اللي هم ضد بتولية العذراء وضد العذراء، ما بيعرفوش يدافعوا عنها أو يقولوا يعني. المهم نيجي بقى في ليلة العيد بقى، جميلة قوي بقى يعني، كان نفسنا يبقى عندنا فيديو، بس أنا وعدتكم نبعت لكم فيديو مرة كده. واحنا ننقل ان شاء الله من كنيسة بوليفيا يعني، وفي الايام دي باذن ربنا لو في مباشر طبعا ننقل النهضات يعني بتاعت العذراء والعشيات. ناخد بركة ليلة العذراء، العشية العذراء دي بقى مختلفة خالص. الولاد كله يشتغل بقى من الصبح بقى، يوضب الكنيسة ويزين والورد والكلام ده كله، وبعدين أبونا عنده التراك بتاعه، ونروح واخدين صورة العذراء. انا جايبها دي من اول سنه جيت فيها بوليفيا، بتاعه الزيتون، حاجه كبيره قوي كده، هو مش عارف مترين مثلا، في متر ونص كده ولا مترين ونص، كبيره قوي، تتزين وتتنور وانوار وورود وميكروفون، فتتحط. انا عايزكم تتخيلوا بقى معايا بقى الموقف بتاع العذراء على قدنا طبعا، بس بقول اللي بيحصل يعني. وبعدين نقول العشيه، وبعدين نزف جوه الكنيسه، وبعدين نطلع بره في الشارع، كل الشعب طابور اتنين اتنين ماسكين ايه بقى؟ ماسكين سوري يعني، عارفين العصايه كده اهوت، والعصايه دي فيها ازازه الكوكا كولا دي مقطومه وجواها شمعه عشان الهواء يعني ما يطفيش الشمعه، وتحت كده هو صوت العذراء كبيره كده اهوت، متبروزه على فل كده اهوت فوم يعني، وشمعة، والعيال ماشيين ولابسين التواني، وأنا لابس الصدرة، والآباء الكهنة كل واحد بالشورية بتاعته، والصلبان ماسكين الصلبان، وبعدين ماشيين في الشارع الرئيسي، والعربيات تقف وتحترم الزفة بتاعة العذرة ديت، وكل شوية نقول ترنيمة على العذرة، وبعدين جزء على قصة حياة العذرة وصلوات من العذرة، والشعب كله معاه ورق وعمالين يقولوا، وماسكين الميكروفون برضه بنقول. وتلاقي بقى الناس تسمع، احنا حوالين الكنيسه الشارع الرئيسي يعني، احنا على شارع رئيسي الكنيسه، تطلع من البيوت بتاعتها وتطلع التمثال بتاعها بتاع العذراء، صوره العذراء، ومثلا تصلي معانا، واللي يمشي معانا في الزفه يطلعوا كده اهو، واللي يبقى عارف يعني يروح حاطط قدام البيت ترابيزه كده اهو بمفرش، يروح حاطط عليها شمعه وصوره العذراء وصليب، كأنهم ما يسموه مذبح يعني كده يعني، ألتر كده يعني. الله يسعدك، فنلف حاجة جميلة أوي أوي أوي. جميلة، ونحس كده طبعا بنعمل فرحانين فرحانين، وبنفرح الناس بالست العذراء، والناس كل الواحد معدي في الشارع في العربية يرشم الصليب كده هو ويقف على قدنا طبعا، لكن احنا لسه بنبتدي حاجة طبعا. ونلف كده هو ونرجع الكنيسة تاني، وندخل الكنيسة نكمل الزفة ونكمل الألحان بتاعتنا، وبعد كده نخلص الزفة دي والحفلة دي، نعمل أغابي بقى مع بعض اللي موجودين، كان كيك إن كان حاجات صيامي كده هو، عشان العشية تكون بالليل يعني، حاجة ساقعة، أي حاجة كده، الله يسلمك. بونبون ولا حاجة للولاد يعني.
جميل خالص، بركة أم النور تكون معاك وتسند دايما الخدمة سيدنا. قبل ما نتفرج على الصور بقى عايز اقول وهو حاجه بيصلي، نسيتها اتفضل معلش، سيد اتفضل. عشان الناس اللي اقول لك اه انت اللي بيقولك ده بتتكلم صيامي، طبعا كل موجودين الرحلات اللي بتجينا في تاني يوم بقى لحسن بعد يجوا كده الاعتاز. فاكرين ان هم ياكلوا فطاري. لا لا بنروح بقى نفطر في اوبن بوفيه، ويعني لحمه بقى، لحمه بجد يعني، حاجه كده يعني أمريكا حلوه. الجنوبية أكلها جميل وبيمتازوا باللحوم يعني، تعالى أرجنتين وانظر، برازيل. أيوه اعبر الينا، تعال احنا واكل هنيجي خدمة الأول بقى. وتعال. لا تشرفونا طبعا. تعيش يا سيدنا. خلينا قبل ما ننقل للصور ونتفرج مع الناس على الخدمات الروحية والتعليمية عشان برضو يكونوا في أرض الواقع معانا، نعرف من نيافتك الأول أنشطة الكنيسة الكاريزا في المهجر، هل هي شبه كنائس المهجر كلها ولا مختلفة؟ وإيه اختلاف ساندي سكول خدمة مدارس الأحد أيضا عن بقية كنائس المهجر؟ طبعا كنيستنا هي الكنيسه في امريكا، في استراليا، في مصر، هي تعرفين انا قلتها كذا مره، لو واحد كده دخل الكنيسه بتاعتنا بس سد ودانه هيقول كل دول مصريين وانتوا بتضحكوا علينا، شكلهم طبعا وقاعدين هنا القعده بتاعتهم والاشربات وطريقه التناول والالحان هي وما فيش اي اختلاف في اي حاجه خالص، ولا اختلاف في اي حاجه. احنا عندنا طبعا الدنيا مختلفه شويه عن بلاد تانية كان فيها الكرازه، لكن احنا عندنا القداس هو القداس بس باللغه الاسبانيه مع بعض الحاجات القبطي فيه برضو، عشان احنا كنيسه قبطيه برضو يعني، وتبقى الولاد حافظين اجيوس تن اوشت اك اسم اروقوت امين الليل ويازو كسابا تري كيري ليسون، يروحوا قلبين اسباني ويروحوا قلبين تاني على القبطي، حاجات كده. لو سمح لكن لي يا ما سيدنا كانت معلش، ما بيجدوش صعوبة في اللغة القبطية؟ ما اصل هم بيحفظوها زي ما هي كده يعني، بيبقى يحفظوها وعارفين الترجمه بتاعتها ده معناه ايه، وبتبقى احنا على طبعا الشاشات بنعرض حلو لو في حلو، لحن، يشوف وبعدين ما بنقولش قدامهم حاجه. الأسباني والقبطي. اجيوس اوسي اوس وانا حاجات بسيطه خالص في القداس برضو يعني، لكن بقيت كل القداس طبعا اسباني. مدارس الاحد هي مدارس الاحد، يعني أنا عاملين أقصد إن منهج هي طبعا. كويس إنها كنيسة كارزة بس برضو اللغة القبطية موجودة، لأن إحنا عندنا في المهجر كنايس بس بتتكلم بالإنجليش أو كنايس اللي هي التبشيرية يعني، فده اللي أنا أقصده. طبعا هي النقطة دي حساسة شوية فمش عايز أتطرق ليها، لكن أوضح حاجة صغيرة عشان ما يبقاش فيه كونفيوز شوية يعني، يعني لبس شوية كده. اللي أنا عايز أقوله الولاد اللي إحنا بنخدمهم الشعب ده شعب بوليفي بيور يعني، مش مصريين وهم عاشوا في بوليفيا، لا لا، وفي بعض العائلات البسيطة الصغيرة قليلة قوي يعني، لكن لا ده كده ما يعرفوش قبط، ما يعرفوش حاجة، لكن احنا اسمنا ايه؟ الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. يعني هي كنيستنا اسمها كده، ما بنغيرش اسم الكنيسه. فقبطيه يعني ايه؟ زي ما شرحتها قبل كده، قبطيه يعني اقباط، يعني بننتمي للكنيسه المصريه، احنا كنيسه مصريه. والقبط ده دي لغه، اللغه بتاعتنا، لغه اجدادنا، اللغه القديمه. فانا بقول مش هشيلها لان بعض الحاجات الصغيره بس يعني. وبعدين حتى ما تنسوش لما الاول لما انا جيت كنتش عارف اسباني، ما كانش عندنا خولاجي اصلا، ما كانش عندنا القداس بالاسباني، فكنت بصلي بالايه؟ بالقبط وبالعربي، كنت بحفظ العيال قبطي وعربي فحفظوا كده فكبروا كده، فلقيتها حاجه كويسه، فقلت خلاص نخلي حاجه كده قبط فهمت يعني قصدي موجوده نيافتك. وخلاص. لكن مش بقول الكنائس لازم تحط قبطي او الكنائس تشيل القبط خالص، او يعني مش عايزه تتطرق في المهجر عندكم طبعا، ده موضوع كبير شويه يعني، اتكلم عليها احنا علينا احنا هنا يعني. فمدارس الاحد لو هنبص مثلا ونتفرج مثلا في بعض الصور عشان تشوفوا ان زي ما بقول لكم كنيسه هي. وعلى فكره كل حاجه زي مصر وزي المهجر، كنيسه بمنظرها بترتيبها بألحانها بكل حاجة يعني. مدارس الأحد لو احنا هنتفرج على بعض الصور نشوف الصور ديت فيها ايه، هتلاقي العيال قاعدة تاخد مدارس الأحد، اللي تحت الشجرة، اللي في الكلاس، اللي في أوضة الكمبيوتر، في مؤتمرات للشباب، في معموديات، في كل دوت طبعا يعني بطريقة. بصوا عايز أقول لكم حاجة، ما بنغيرش حاجة في الكنيسة،
هي هي جميل يا سيد، ده جميل. انا قبل ما اتفرج على الصور عندي سؤال، واكيد الناس برضو هتبقى نفسها تساله لنيافتك، يعني باسم الصليب عندكم خدمات كتيره، مراكز طبيه بنعمه ربنا، يعني بقوا 3 مدارس، مدرسه، حضانات، جيم، خدمات للناس للعمل ايضا. تاسيس الخدمات دي صعب جدا، يعني هي يعني محتاجه باسم الصليب يعني فلوس وكده. الفلوس في الدول دي بتيجي منين؟ مش أقصد يعني بتيجي منين، قصدي إزاي على تقدر تعمل كل الخدمات دي؟ كل حاجة بتيجي من عند ربنا، فعمر ما الخدمة بتعتمد على إمكانيات فلوس بس أو ناس بس أو المكان اللي أنا رايحه دوت. طب ده مكان ناس يعني غناي وفي ناس يعني سبورت الكنيسة من الشعب ده، ولا دي حاجات فقيرة، ولا يعني هنلم على الناس دي كده بقى، ولا نعمل إيه؟ ما تخافوش بالحاجات دي، صدقوني ربنا بيرتب. ولما بيقول كده في خلال السنين القليلة اللي ربنا سمح بيها بنخدم من هو، هل أعوزكم شيء؟ أنا ساعات كده أجي على 3 بالليل كده أو الصبح يعني، أقعد في الكنيسة أقعد أبص كده، هو إيه ده يا رب ده؟ يعني هو ده اتعمل إزاي؟ الحاجات دي جت منين؟ لا كل اللي اتعمل دوت انت عملته ازاي يا رب؟ انا ببقى ساعات انا مستغرب، يعني جه منين؟ الناس اللي بقت بتجيلنا دي بتيجي ازاي؟ واللي بيحبوا الخدمه في بوليفيا وناس قلبهم ومرتبطين جدا بالخدمه، ازاي يا رب حطيت فيهم الحب دوت؟ ازاي خليتهم يحبوا الناس هنا هوت والشعب هنا والكنيسه هنا؟ ده في ناس كل سنه لازم تيجي، وفي ناس بتيجي مرتين في السنه، وشباب، انا مش بتكلم عن ناس كبار بقى ويعني بيجوا يتفسحوا يعني اهو يعني فيكيشن وكده، لا ده خدمه ويروحوا ويعملوا وييجوا ويحوشوا وفي شباب صغير. عشان كده لما قلنا في الاول مفتوحه لكل الاعمار، كل واحد هيلاقي نفسه وهيلاقي خدمه، وزي ما قلنا المره اللي فاتت حتى لو ولاد صغيرين، ولاد صغيرين خالص يعني. فالفلوس ربنا اللي بيبعتها، وما بنهتمش خالص بحتة هنعمل ازاي وهنبني ازاي. ويعني حلو الانسان يكون عنده فيجن، حلو الانسان يكون بيفكر في مشاريع، حلو الكلام ده كله خالص، بس ربنا بيبعت كل حاجة في وقتها. هو عارف امتى، وهو عارف ليه، وهو عارف هيبعتها ازاي، وهو عارف هيبعتها لمين، وهو عارف مين محتاج يبعت مش مين محتاج نبعت له. اقولها تاني، هو عارف مين محتاج يبعت ياخد بركة من الشعب دوت ويبعت له، مش الشعب دوت محتاج. انا كنت بصلي في ماري جرجس الاسبوع لحد امبارح فطلع من الكنيسة، فكان اول قداس بعد كورونا يعني، فواقفين تعيش وتصلي نيافتك سيد. مرسي خالص كتر خيري. فيعني ربنا سمح ان في مساعدات لبعض الاسر طبعا، وكتير طبعا لان كله فقد شغله وكله طبعا بلا دخل خالص، مش بيكون بلا دخل يعني اللي في البنك خلصوا، لا مفيش بنك ولا مفيش اصلا، انا بقول ايه مفيش اكل اصلا يعني. فكنا بنعمل يعني اكل كده، مجموعه من الناس من بتوع الكنيسه الخدام يعملوا حلل كده هو اكل، ربنا يبعت البركه، نقول لهم روحوا اشتروا، ولكل الحي بتاع الكنيسه كله يجي ياخد الغداء بتاعه من الكنيسه، مش مهم بقى ناس الكنيسه ولا ده انت منين ولا ده انت معاك ولا ما معاكش، ده للكل. فلسه بيقولوا لي احنا يعني فرصه لينا شفناك وبنشكرك على البركه قلت لهم هتشكرون ان انا اشكروا ربنا هو اللي بعت، وهتشكرونا تشكرونا اشكروا الناس وصلوا لهم، الناس اللي بتبعت عشان الخدمه دي تتعمل، لان في ناس من ورا الحاجات دي يقولوا كده احنا عايزين ناخد بركة ان احنا نحس باخواننا. كنت جوعانا فاطعمتموني، انا مش قادر اجي بس هات اكل ليهم، واكل احنا مش هنبني دلوقتي بقى وعندنا مباني وعندنا، مع اننا عندنا طبعا مباني وعندنا حاجات كتيرة يعني، لكن الوقت دوت مش وقت مباني، الوقت ده وقت ناكل الناس، مش وقت قداسات وعظات ويعني لا عايزين ناكل الناس. فقالوا لي قلت لهم طب ايه رايكم؟ ايه رايكم نعمل الموضوع ده من تاني، ان كانوا بطلوه فتره كده ونبتدي من الاسبوع ده؟
ففرحوا طبعا وقت احنا كنا بقى بنتجمع وفرحانين والناس قلت لهم خلاص ابتدوا، وانا واثق وعارف ان ربنا هيبعت، لاني اصلا مجرب يعني، انا كده دبست ربنا في الموضوع دوت يعني. قلت له خلاص هم اللي طلبوا وتصرف وخلاص، وانا عارف طبعا هو بيبقى عارف اصلا وبيبعت قبل، يعني قبل ما تطلبه هو ربنا بيدينا، قبل ما بتفكروا ربنا بيكون مدبر كل حاجه. مش بقولها كده كلام، انا بقولها فعل. ف سنان يفتك شوقتنا كلنا الخدمة الجميلة ولخدمة أمريكا الجنوبية، يعني كلنا متشوقين أكيد، وأكيد السادة المشاهدين كلهم لما سمعوا الكلام ده، الشباب والأسر والعائلات نفسهم متشوقين إن هم يجوا ونطلع رحلات من كل كنائس المهجر يتعلموا ويتلمذوا ويخدموا شعوب أمريكا الجنوبية كنيستنا الأرثوذكسية. احنا هنطلع وهنوريكم صور دلوقتي بشكل عملي. احنا اتكلمنا كلام عن خدمات كتير، بس نفسي طبعا وسيدنا يحب انكم تشوفوا الصور، وانا هفتح صور سيدنا ونيافتك اتعلق عليها بعد اذنك. ثانية واحدة، دقيقة واحدة. هنبدأ سيدنا بالخدمات الروحية، تفضل نيافتك. الخدمات الروحية طبعا زي ما احنا شايفين طبعا تبقى المعمودية وفي كل السنين، يعني احنا بنتفرج على الصور، كهنة من كل حتة، من مونتريال، من نيافة الأمبديفيد كانت في الصورة اللي فاتت، أبونا رفائيل كان لسه نيافة الأمبديفيد عندنا في شهر 2 السنة دي، وكان معاه مجموعة آباء كهنة والدياكون بتاع دياكون ماركوس بتاع نيويورك، ومعموديات كل الأعمار. ودي كانت يمكن كانت ليها مناسبة جميلة قوي، لأن كانت افتتاح معمودية، وإحنا بنتفرج على الصور كده أدينا إحنا بنشوف، كان افتتاح معمودية في كنيسة ماري جرجس، وافتتاح كنيسة جديدة، كنيسة الصليب المقدس، في قرية تبعد على بعد 1.5 ساعة. دي تبقى معموديات وجروبات ومع باسم آباء الصليب كهنة. أنا شايف الناس، يعني حاجة جميلة باسم في ناس الصليب. بتاخد الميرون، ناس الكبار، وفي ناس اصلا مش متعمده، يعني في ناس من دول خدوا المعموديه عشان هم اصلا مش متعمدين كمان يعني. ف بيبقى المعموديات في كل السنين، وبقى كهنه من كل مكان، وفي كنائس مختلفه، ان كان عندنا في الكاتدرائيه زي الصور زي الصوره ديت مثلا، ونيجيرسي، وادي عيال أطفال صغيرين جدا اللي بيتعمدوا، وبرضو أطفال كتار، بيبقى من كنايس مختلفة. أهدي مثلا الصورة دي كانت في، كان يعني عملنا كده افتتاح كنيسة الصليب المقدس في قرية زي ما كنت بقول اسمها التورنو، بتبعد حوالي 1.5 ساعة عن المحافظة اللي احنا فيها اللي هي سانتا كروز. وطبعا كانت بركة كبيرة نيافة الحبر الجليل، الأنبا ديفيد، اسقف نيويورك ونيو انجلاند، والنائب الباباوي طبعا عن كنائس نيوجيرسي وما حولها يعني، وكان اباء كهنه زي ما قلت يعني. يعني دي بعض المسابقات وبعض زي نقول مدارس الأحد يعني. مدارس الاحد، وكانت دي مثلا ده احسن شماس، ودي احسن طفله في مدارس الاحد، ودي احسن مجموعه في المدرسة بتاعتها، يعني حاجات كتيرة يعني. ودي يا سيدنا مدرسة فصول مدارس الأحد، الأحد، احنا في الخدمات الروحية دلوقتي. أنا الروحية دي في الكاتدرائية مثلا، ودي بنات من اللي بيجوا خدمة بيبقوا محضرين، وحتى لو ما بيعرفوش الأسباني بيبقى في حد بيترجم يعني. وأدي الخدمات، أدي مدارس الأحد برضو، والبنات اللي بيخدموا ومع خدام الكنيسة، كل دي ادينا بنتفرج على الصور، كل دي مدارس احد، شباب من مونتريال اهمت، من كل حته طبعا، مش عايز اقول ده منين وده منين، دي كنيسه كندا تانية، وأمريكا كل ومهجر حته، بشكل كندا عام. وامريكا واستراليا واوروبا وكل مكان طبعا يعني. أنا شايفة نيافتك في الصورة دي بتشرح للأولاد دي. انا يعني انا بحب طبعا في كل الانشطه دي ربنا مدي وقت طبعا فاستخدمه مع الولاد ومع الناس. ودي كنيسه ماري جرجس مثلا، يمكن كانت قبل ما تتبني في الحوش كده تحت شجره، ودايما احنا كده متعودين بنبتدي الخدمات بتاعتنا تحت شجره، وبعد كده نلاقي ربنا دبر اشترينا ارض، وبعد كده
بنينا الكنيسه اهي، دي مثلا كنيسه ماري جرجس في الارض بتاعتها لما اشترينا الارض بتاعتها، وكانت لسه ما فيش بونه خالص، وهي كانت بركه مدارس الاحد. المهم نبتدي، مش مهم ابتدي فين وابتدي ازاي وابتدي مع مين، ابتدي وربنا هيبارك. كل دي خدمات في كنيسه ماري جرجس، ودينا بنتفرج على صور كتيره. هننقل بقى سيدنا للخدمات الطبية، وفي مركز البابا شنودة والبابا توادروس، وأيضا المتنيح أبونا أنتوني رمزي اللي كان في الصور مع نيافتك السابقة. يعني فندخل كتير قوي يسألوا يعني هي خدمة روحية والكرازة لا صح يا جماعة، الخدمة ربنا قال كده إيه لتلاميذه، أعطوهم أنتم ليأكلوا، اهتموا بيهم، اهتموا روحيا دي نمرة واحد، بس اجتماعيا وصحيا صح وتعليميا. و أنا دايما كده استضافوني مرة زمان في كان مجلة يعني، فقلت لهم الكاهن القبطي هو عضو في كل أسرة. يعني إيه؟ يعني هو أب وهو أخ في كل أسرة، عارف احتياجاتهم إيه وعارف ناقصهم إيه وعارف إمتى يروح وإمتى ما يروحش وإمتى يطلب وإمتى ما يطلبش، وهم محتاجين إمتى وهم مش محتاجين إمتى. فالحاجة الصحية، هم طبعا شعب محتاج الناحية الصحية، صح لكن جميل إحنا طب هتعمل مستشفى يعني؟ طب هتجيب منين يا جماعة؟ ستيب باي ستيب، بوكو بوكو، نبتدي بالحاجه الصغيره، حته ارض بيت كان جنب الكاتدرائيه جنب اسمه سريد الكنيسه، مركز البابا شنودة الطبي. ده اتعمل في حياه قداسه البابا شنوده، وقلت اعمله باسمه، يبقى يعني لان يعني طبعا زياره قداسه البابا لبوليفيا كانت بركه كبيره قوي 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 في سنه 2006، فعملنا خدنا البيت اللي جنبنا دوت اشتريناه، وعملنا مركز البابا الله شنودة الثالث، بيقدم خدمات زي ما انتم شايفين، ان كان اشعه ان كان حاجه بسيطه يعني، اهو يعني يمكن ده جهاز صغير خالص بورتابل حد جابه لنا بركه من الناس اللي بيجوا، لكن عقبال ما نجيب جهاز كبير ربنا يبعت. أمين هنا ادي اسنان، هنا هو حجره اسنان، لغايه ما برضه اقول لكم حاجه جميله، ربنا بعت لنا بركه، هنجيب كرسي اسنان جديد في البابا شنوده، في المركز بتاع البابا شنوده ده، ناس من كل حته بيجوا زي ما احنا بنقلب في الصور وبنتفرج. ده عضو من اعضاء الكنيسه، ده المدير، وده برضو عندنا طب تاني اسمه هوميوباتيك، ده مشهور في امريكا الجنوبيه، ما اعرفش اللي يسمع عنه، هو برضو ده طبيب بتاع الهوميوباتيك وفي نفس الوقت المدير الله. بتاع المستشفى. عندنا فيثوثيرابي، وعندنا بعض الدكاترة اللي بتيجي من كندا، وشباب من مصر حتى، وادي الريسبشن بتاع يعني فرصة حلوة برضو نقولها للناس دلوقتي، ان الاطباء اللي في كل مكان في العالم ولو ياخدوا فترات قليلة ويخدموا الناس دي بعملهم، دي حاجة بركة يعني جميلة يعني. تعالوا فرحوا الناس وخدوا بركة. مين طبعا لما ربنا بيبارك تلاقي البركة عمالة تزيد، صح يا سيدي وربنا يشجع ناس أكتر علشان تاخد بركة أكتر. فدي في قرية اسمها مونتيرو، بتبعد حوالي ساعة من المحافظة اللي احنا فيها، في كنيسة باسم الكنيسة القديس فيلوباتير والقديسة مهرائيل، وجنبها على طول برضو عملنا ميديكال سنتر، وقلت زي ما عملنا للبابا شنودة الثالث نعمل لقداسة البابا توادروس الثاني، ربنا يخليه لنا ويديله الصحة. آمين. عملنا المركز المتواضع دوت برضو، بنبص على الصور ونشوف الخدمات اللي بتتقدم من خلال المركز للقرية اللي هي موجود فيها دي. مركز البابا توادروس الطبي، سنترو دي سالودا سالود. ايوه سنترو دي سالود، انتوا عندكم طبعا شفت سيدنا انا عارفين. لقطت اسباني ازاي؟ خلاص نتعلم عشان لما نيجي بقى اي نتكلم اسباني يعني. ناس بسطة أهو ناس يعني، ودي بسطة. دكتورة من ولاد الكنيسة، وده أحد الدكاترة اللي بيجوا من هيوستن مثلا، بكل الحب، وحتى مدامته صيدلانية لكن بتساعد بكل الحب، كله بيقدم، كله بيضحك، وكله بتشوفوا عليه نعمة ربنا، اللي هو جاي بيحب مش جاي بس بيكشف، كله بيشتغل.
الله كله كله بيشتغل، حتى البنت مثلا اللي بتقيس الضغط دي من بنات القرية نفسها. يعني بنات القرية هم لابسين تيشرتات، وأولاد القرية شباب تيشرتات عشان خدمة، يتعلموا يقيسوا الضغط ازاي، اللي تاخد التيكتس، اللي تنظم، اللي تقعد الناس على الكراسي وهكذا. وناس كتير الله من هيوستن ومن حتة تانية. دوت مركز البابا البابا تاور طوارئ كارلوس. الثاني. هنا بقى يمكن نمبر 3، يعني نمرة أي 3 آه. لمحبتنا الشديدة لأبونا أنتوني، ربنا يناح متنيح، نفسه، أب لابنيه جميل حلمي. جميل. ده بقى ده الخادم، الخادم اللي فعلا، ان يعني عايز اقول، مش هقول ما يتعوضش، لكن ربنا يعوضنا خادم زيه بنفس القلب بتاعه. صحيح يعني، وأسس حاجات كتيرة وعمل خدمة جميلة جدا. أنا عايزة أقول و للشدة مشاهدين إن سابونا أنتوني رمزي متنيح سافر السما 2016. تمام، سافر السماء، لكن لينا سفير في السماء، طب وطبعا بيشفع فينا ومهتم طبعا بكنيسته هنا. هو لينا كنيسة برضو كان بيخدم فيها، اسمها كنيسة القديسة فيرينا، في قرية اسمها سانتا روسا، يعني القديسة روزا، روز يعني، تبعد حوالي ساعتين. فبرضو بيت قديم كده كان موجود، جددناه كله ودورين، فعملناه طبعا باسم، تخليدا لخدمات أبونا أنتوني، باسم المركز الطبي طبي أبونا أنتوني توني رمزي، رمزي. واحنا بنتفرج عليه دلوقتي، وده المركز الطبي لأبونا أنتوني رمزي، وهتلاقي بالظبط صورة كده. الشباب طبعا الحلوين. يعني مش مفروش حاجات كتيرة قوي، لكن زي ما انتم شايفين الترابيزة، وادي الصيدلية، عقبال ما يعني طبعا يعني ربنا يبارك الإمكانيات، سيدنا، وعلى قد حبة حبة. تعب المحبة يعني. أنا عارف إن ربنا هيبارك وربنا هيسمح. عايز أقول لكم، الدكتور اللي قاعد دوت ده ما جاش لوحده، ده جه معاه مدامته ومعاه 3 بنات، أكبر واحدة عندها 7 سنين، وأصغر واحدة كان عندها 4 سنين، وقعدوا فترة، وهو كدكتور ومراته كانت بتدي سايكولوجيست، ويعني زي سايكارتيك برضه، وولاده بقى مع العيال الصغيرة، أي يوزعوا بونبوني، يوزعوا بلالين، الله يوزعوا لبس، وفرحانين، ويعني فلكل لكل الاعداد. يعني دكتور بتاع كانسر جه من وقته من فلوريدا اورلاندو، الله ويجي يكشف عن الناس. حب، هي خدمة حب، كله بيحب. هننقل برضو خدمات تعليمية، ودي حاجة جميلة جدا إن يكون في بداية مدرسة، دي زي ما نيافتك بتقول ربنا يعني يبارك فيها، وحضانات يعني ساعات كتير. طب احنا يعني نهتم ليه بالخدمات التعليمية؟ علمونا كده في الكرازة إن لازم على الخدمة الروحية خدمة تعليمية وخدمة الصحة، طبعا نهتم بالناس. وربنا سمح بالبيت ده، كان بقى حضانة بتاع جميلة. أحد المصريين، ده كان بتاع واحد مصري كان عايش في البيت دوت، هو حاليا في نيوجيرسي دلوقتي العيلة ديت. والسنة اللي فاتت جه ابنه اللي هو اتولد في البيت ده، وطبعا دلوقتي هو في كوليدج ميديسن، وجه وبقى يخدم، وراح زار البيت اللي هو اتولد فيه. يعني ربنا الله عوضهم طبعا، خدنا البيت دوت، ادونا البيت دوت، وسميناه بحضانة الأنبا أبرام الله القبطية الأرثوذكسية. ناس بيجوا وبيقدم خدمات للحي بتاع الكنيسة، ودي كانت أول حضانة عملناها، يعني مر عليها أكتر من 8 سنين دلوقتي، يعني الله يا سيدنا، أو 9 سنين كمان. الله جميلة دي يعني. بقى حاجة متقدمة خالص بقى، على قدنا برضو يعني، مش زي الحاجات الحلوة اللي عندكم، لكن دي اسمها العفو يا سيدنا، جميلة. لا 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 صحيح، يعني نشكر ربنا عشان كده برضو. شوفوا، ابتدي بالحاجة الصغيرة واشتغل، ربنا يلاقي في عمل وفي شغل فيبارك، ويخليك تعمل حاجة أكبر وأكبر، وتفرح قلب ربنا وتفرح الناس. يبقى اسم الكنيسة برضو ليه اسم في الخدمات التعليمية دي، ده مهم جدا. الكنيسة الكرازية يبقى ليها اسم في البلد اللي هي فيها. هقول لكم حاجة، أنا كنت لسه، اللي احنا عندنا عيد القومي لبوليفيا، لسه احتفلنا بيه من 3 أيام كده،
فكنت مع الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية بنصلي في الكاتدرال بتاعة الكنيسة الكاثوليكية، وكان المحافظ والأمن يعني كل المهمين جدا والناس بتوع المحافظة كلهم. فالمحافظ وهو واللي معاه قال لي أنا عايز أجي أزورك. طبعا في نشكر ربنا في مودة بينا وفي حب وفي صداقة، فقال لي عايز أجي الكنيسة، أنت بتعمل خدمات كتيرة قوي، فنيجي وكفاية اللي أنت بتعمله للشعب بتاعنا يعني. فقلت له أهلا وسهلا تشرف، وهو جاي قبل كده طبعا يعني. دي نمبر فور، الحضانة دي اسمها حضانة ماري جرجس سان هورهي عشان نتعلم بقى اسباني، سان هورهي اللي هو سان جورج سان يعني. هورهي. دي رقم أربعة أجدد كان في حاجة. قبليها دي برضو كيندر ده في تقريبا. ثلاثة هنا. سوري، ده في دي واحدة، دي نمرة اتنين، دي كبيرة ايوه. خالص. دي فيها كل حاجة وفيها مدرسة الله، حاليا دلوقتي برضو مدرسة لغاية سان مارك. سان مارك، انترناشونال سان مارك، الله، فيها السنة وبعدين رابعة. دي حضانة برضو كيندر، دي نمبر 3. الله باسم الصليب. نمبر 4 بقى دي بتاعت سان جورج، يعني ما اعرفش في صور من جوه ولا تتفرجوا عليها برضو تاخدوا فكرة في صور، الاشكال. اوكي وفي نم الصورة نم ناحية اليمين خالص هنلاقي أبونا أنتوني رمزي اللي اتكلمنا، اللي كان بيخدم مع سيدنا ربنا ينايح نفسه. بالظبط كده. أخ سليم. دي في حضانة الأنبا برقان في أحد حفلات التخرج. الله. لو هنمشي الصور على طول كده وأنا هقول لكم، دي برضو أنبا برقان ودي أنبا برقان برضو، برضو أنبا برقان لأن بقى لها كذا سنة. دي من جوه، دي الأنبا برقان اللي هي أقل مستوى عندنا في مستوى المنطقة يعني، أيوة. يعني بسيطة كده زي ما انتم شايفين. احنا هنمشي الصور، واحنا بنمشي الصور اشرح لكم كل ده. الانبا برقم من جوه اوض عبارة عن اوض، واتقلبت حضانة، بيت اتقلب حضانة او زي ما انتم شايفين يعني. ده كانت في البداية بتاعت الحضانة، جميلة يعني. في اللانش ادي تايم. الانشطة بتاعتهم في الحوش بتاعهم اللي هو البلاي جراوند يعني. جميل خالص سيدنا، جميل. دي كل دي الأنبا برقام. لو الله، خد دي الأنبا برقام أنشطة بقى، أنشطة ودي بسمس. الأنبا ده في الشارع بقى الأنبا برقام. دي حفلات من ضمن الكنيسة، جوه الكنيسة، مبنى الكنيسة. حتى كنيسة جميلة قوي. ربنا يخليك، ميرسي. تيجوا تشرفونا وتشوفوا برضو الأنبا برقام لما بيجوا الشباب بتوع نيوجيرسي، هم بيدوا مدارس الأحد وبيلعبوا وبيدوا حاجات كتيرة قوي في الفصول هي فرصة حلوة بيعملوا بقى. للشباب إن هم اللي يتعلموا الخدمة، يعني جميلة قوي قوي كلنا يعني. كل دي صور الأنبا برقام، ده نيافة الأنبا أما ديفيد ديفيد أبونا مينا من نيجيرسي. وندخل الخدمات الاجتماعية اللي بتساعدوا فيها الشعب للعمل، يعني مظبوط. طبعا الخدمة مهمة مهمة جدا، والمشاريع اللي تساعد الخدمة وتساعد الناس البوليفيين علشان يقدروا برضو يشتغلوا يعني. ايوه يعني مش سيدي. مشاريع ان احنا بنجيب منها فلوس، لكن على الاقل بنشغل فيها ناس. عندنا مثلا سان جوزيف كاربنتري اهي، بالظبط كده بتاعت ورشة النجار، النجار، ورشة النجار. كل ده اللي هنشوفه دوت. ده واحد بوليفي كنت جبت انا قطعة معمولة من البرازيل من عند نيافة الانبا غاصون، فكناها وتعلم يعملها ازاي، وعملنا ورشة وجبنا مكن وكل شغل الكنيسة دي. انا بنتفرج على الصور، الله، كل ده معمول في ورشة الكنيسة. كل خشب، اي خشب هنلاقيه ده معمول في ورشة الكنيسة، حتى الكرسي بتاع الاسقف، كل حاجة، بيبان، حمل ايقونات، مذابح، منجليات، اسم الصليب جميلة أوي يعني. ابواب، ده باب الكنيسة الكاتدرائية، ده باب كنيسة الانبا بولا، تشابل صغير في السكند فلور يعني بتاع الكاتدرال، بتاعت الكاتدرائية الدور الثاني، ورشة النجار الورشة. جميلة.
بيكري، مخبز يعني دايما كل اللي هيجي عندنا هياكل عيش يعني، طبعا. وعيش طازه بقى. و يعني دي يعني غير البيكري، عشان برضو بنبيع للناس طبعا وكل حاجه، وفي ناس بتشتغل من ولاد الكنيسه. دي حاجه اسمها امبا برقام تيبل، انتوا عارفين دايما اللي هي خدمه السمير الصالح. انبا برقام ابونا القديس الانبا برقام كان اللي هو محب الناس البسطه يعني، فشوف تلاقي الشباب يجي جميل. يعملوا اكل ويطبخوا ويحطوا ويروحوا الاماكن في الشوارع، وفي اماكن معينه بنروح نوزع فيها، ويعملوا حفلات مع شوفوا البلد دول نيتف قاعدين في حته لوحدهم، ده هو الأصلي، ما بيتكلموش اسباني. الأصلي الاصل والشعب الأصلي. الشعب الاصلي ما بيتكلموش اسباني حتى، ليهم اللغه بتاعتهم يعني، هم الايوريو. يعني حاجات البركه اللي بتيجي جميل، تتوزع هدايا عليهم، الأطفال. يعملوا لهم اكله بسيطه يعني، حاجات بسيطه كده هو يعني على قدنا. في ايام الكورونا اللي احنا فيها، أنا شايفة ابونا الماسكات. بيجيمي مع الخدام يتعمل يعني بركه كده، كيس فيه بركه وكيس فيه فرخه، ونروح نوزع على الناس برضو في البيوت في الحته بتاعتهم يعني. جميل خالص كل السيد، حاجه يعني تتجهز باسم الصليب ربنا. في كل القرى اللي بنخدمها، ربنا مبارك بنعمل الخدمه دي في كل الحتت، في كل الكنائس يعني اللي بتتخدم يعني، نشكر ربنا يعني. جميل جميل، ودي الهدايا الأطفال. حتى الله، الآباء يطبخوا ويعملوا أنا شايفة ويجهزوا. مانجا يا سيدنا. لا ده احنا عندنا المانجا وشجر مانجا جوه الكنيسة، في الكنائس طب بتاعتنا احنا جايين مزارع. بقى ده مزارع مانجا مش شجر، بس الصليب وتسوونا بركة باسم عندنا يعني. الصليب. أيوة ده غالبا في الملجأ الأطفال اللي عندنا، احنا عندنا ملجأ في ملجأ. اسمه الأمور إسبرانسا، الحب والرجاء. الله، لينا عندنا 8 أطفال بيبيز صغيرين يعني، واخدين بركاتهم بنربيهم، ونشكر ربنا بركة يعني. نشكر ربنا. أدي الولاد، ولاد كله بيروحوا وبييجوا، هم اللي يوزعوا ويتكلموا، ويحس إن في محبة، إن إخواتهم دول جايين يسألوا عليهم يعني، ويزوروهم، مش مجرد بس حاجة كده. اللي يقدر يقول آية، اللي يقدر يفتح الإنجيل، اللي يقدر يقدم بركة، كله حب، كله حب حب. يعني خدمة حب، والحب اللي هو العملي، مش الحب إن يعني مجرد كلام وخلاص يعني. حالات الشباب بقى دي مهمة قوي، اللي نيافتك هنتكلم عليها قبل ما نختم الحلقة، بس نوري الناس الأول صور حالات الشباب من كنائس المهجر. عشان كده بنشجع، تعالوا بعدين بنتفرج بسرعة كده على الصور، تعالوا اخدموا معانا، هتتفسحوا، هتزوروا حتت جميلة، هتعرفوا أماكن حلوة. دي في يعني أدي شفتوا الشباب بيعملوا إيه، شايفاهم جميل بس مطبخ يشيلوا ويحطوا يحفروا، وحاجات بسيطة بس بتفرح الناس، والشباب بتاعنا بيفرح ان هو عمل حاجه بايديه للناس البركه دول يعني. مطبخ، اوضه، رحلات، شباب كل الـ الاعمار، ومن كل حته. دي من كل بعض الشعوب الشباب. ومن كل المدن. يعني بالظبط حاجة جميلة. جميل قوي. دي حضانه من ضمن الحضانات الكبيره، بيجوا الشباب يعملوا فيها الخدمات، خدمات كتيرة. بس تعالوا، ده الملجأ الأورفنج يعني، أهوت بالأطفال بتاعتنا. في اللي يروح يبقى يدهن، في اللي يروح يرسم، في اللي يروح مع العيال يقعد معاهم، الله، ودينا بنتفرج على الصور ونشوف حبهم قد إيه للأطفال، وإزاي الأطفال برضو بيفرحوا زيارة إخواتهم جايين يزوروا عليهم. الله دي يسعدك. خدمة مدارس الأحد برضو في بعض الكنائس، دي خدمة في مجموعة سمانة الطبية اللي بتيجي، ومجموعة سمانة دي مشهورة، ربنا يحافظ عليهم ويعوضهم كل خير على خدماتهم الجميلة اللي بتعملها، بيجوا يخدموا من كل قلبهم، وبيجوا معاهم بركة كتيرة
بنروح اماكن للناس السينيور هوم الغلابه يعني، ده مش بتاعنا احنا المكان ايوه ده، سيو بس ايوه اتمنى في يوم من الايام ان احنا نعمل، ناخد بركه، سينيور نعمل احنا لينا، يبقى عندنا مكان للناس الغلابه الذين ليس لهم احد يذكرهم ونخدمهم يعني، فتبقى بركه كبيره في يوم من الايام، ربنا يدي نعمه ونعمل حاجه زي كده يعني. جميل دي سيو زيارات للاماكن الناس الغلابه خالص خالص خالص، اللي هم ذو العاهات يعني، بنروح نخدمهم ونروح نسال عليهم وناخد لهم اي بركه برضه، حتى لو مش من الكنيسه بتاعتنا يعني. هي دي بقى عايز اقول عليها بتاعت سمانه، أيوة الميديكال جروب، المجموعات الطبيه، هي الصور بتوضح كل حاجه، صحيح حب، صحيح خدمه حب في الشارع وجوه اوضه كده اهوت وجوه عشه وفي كل حته، كل حته، وفي جوه مستشفى وفي مستشفى عام في الحكومه وفي مستشفى خاص وفي الكلينيك بتاعتنا، حب. جميلة يا سيدنا، احنا مش قادرين طبعا نخلص كل الصور، طبعا أنا عارف يعني. بس احنا يعني مش فاضل كتير الوقت، وقتنا مع نيافتك دايما باسم الصليب يعني بيخلص بسرعة، بس انبسطنا خالص سيدنا مع نيافتك، وخلينا ناخد او نعرف نقول للشباب اللي جايين يعني رسالة تشجيع من نيافتك، او الناس اللي حابين يجوا هيتعلموا ايه وهيعملوا ايه هناك. تعالوا حبوا ربنا، تعالوا اتعلموا ازاي نحب ربنا، لان اللي يحب اخواته واللي يقدم خدمة اسمه دوت بنحب ربنا. تعالوا شاركوا في البركة دي، ما تخلوش البركة دي تفوتكم، فرصة ربنا بيديها لنا. وبتمنى، وانا عارف في شباب زي الفل بيقولنا ممتازين، شبابنا الاباط في كل حتة، انا بقى فرحان، بقى فخور بيهم فعلا فعلا باللي بيعملوه، وبقى فرحان ان كنيستنا الشباب الحلو دوت، اللي بعض الناس بتقول لا اصل ده شباب متدلع، اصل ده شباب مش عارف ايه الكلام ده، سوري يعني، انتوا قولوا زي ما انتوا عايزين، انا الشباب اللي بيجوا هنا هو رجاله يعني، بنات واولاد، بس رجاله، رجاله بمعنى القلب الحلو. تعالوا فرحوا قلب ربنا، تعالوا خدوا بركه، تعالوا اشتركوا في بناء الملكوت. كلمة صعبة شوية، لكن هو الملكوت دوت نبتدي من هنا عشان نكمله فوق، فما نضيعش الفرصة. تعالوا شوفوا زي ما قالت أحد البنات، الكنيسة الأولى كانت بتقبى إزاي في الخدمة بتاعتها، في المعمودية بتاعتها. تعالوا علمونا حاجات، إحنا محتاجين نتعلم حاجات كتيرة، وتعلموا أنتوا حاجات من هنا واعملوها عندكم، ما إحنا جسد واحد، كنيسة واحدة، ما نبخلش على بعض بأي حاجة يعني. سيدنا احنا دايما يعني بنتعب نيافتك، بس بنكون سعداء جدا جدا، احنا بنتعلم في كل مرة موضوعات جديدة عن ما سمعنا، وخدمة عايزين نبتديها وعايزينها تكبر، وعايزين ربنا يبارك فيها، وعايزين كل واحد يشترك فيها، وزي ما كنا بنقول لسيدنا مش بس الناس اللي هتسافر، احنا نقدر نخدم من بيوتنا بأي شيء من الأشياء، خدمات تعليمية، كورسات، خدمات طبية، نشجع أولادنا في الكنائس وفي رحلات الكنيسة إنها تروح لأمريكا الجنوبية وتبقى فسحة، ومنها الولاد يتعلموا حاجات عمرهم ما ينسوها في حياتهم. يعني سيدنا أنا بشكر نيافتك شكرا جزيلا على وجودك معنا، ودائما يا سيدنا أنت صاحب البرنامج، نيافتك صاحب المكان وصاحب وأب الغالي لهذا البرنامج، يعني دايما معانا بنعمة ربنا. أنا فرحان جدا على طولة بالكم وحسن استماعكم، وأنا عارف إحنا بنتكلم كتير كتير كتير، لا لا لكن العفو يا سيدنا، ده كلام جميل كله نعمة. عايزين نفرحكم ونفرح الناس كلها، ربنا بيشتغل وربنا بيعمل. أوعى تقولوا عندكم الكنيسة أصل لا، أصل إحنا عايزين نلم للكنيسة تتبني وبقالنا كذا سنة، كله هيتعمل، ما تخافوش، كله هيتبني، بس ابنه من جوه الاول وبعدين اللي من بره دوت، ربنا هيعمله في الوقت المناسب، ما تخافوش. تعالوا افرحوا بكنيستكم. متشكر خالص على مدام جينا البرنامج الروعه اللي بيدي فرصه للناس تعرف حلاوه كنيستها وكنيستها الحيه في كل مكان، وشباب حلو بتاع امريكا وكندا واوروبا واستراليا ومصر اللي بيجونا اللي هم بيحبوا فعلا ربنا، وشباب بوليفيا برضو، البوليفي الأقباط الممتازين الجمال الخدام اللي عندهم قلبهم الحلو، اللي يشوفوا
اللي كانوا بيحفظوا الالحان ازاي وبيقولوا التسبيحه ازاي وبيقولوا القداسات ازاي وبيخدموا بكل قلبهم. شاكر خالص، عفو وربنا سامي، يعوضكم على محبتكم، وربنا يبارك في تانكيو. البرنامج الجميل دوت. صلوات وانا نيتك بابا سيد، فرحان، احنا فرحان بنبقى بجد يعني. سعيدين اكتر سيدنا ان احنا من خلال برنامج نسي في المهجر بنتواصل مع كنايس في كل العالم. دي اكتر حاجة تفرح قلوبنا يعني حقيقيا يعني. وتعبنا نيافتك، نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف أسقف بوليفيا وتوابعها. شكرا جزيلا سيدنا على وجودك معانا اليوم من المقر البابوي على شاشة قناة لوجوس، ودايما متشكر معانا خالص، سيدنا بنعمة ربنا. شكرا متشكر خالص، سيدنا، ربنا معاكم، ومحتاج صلواتكم للخدمة وصلواتكم ليا ولكل الآباء والخدام. شكرا. أمين يا رب. صلوات القديسين والعذراء تكون معاكم وتسندكم دايما، وتصلوا لنا ونصلي لكم، ودايما نكون جسد واحد في كل مكان. أعزائنا المشاهدين، يعني كنتم معانا النهارده برنامج كنيستي في المهجر مع نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف أسقف بوليفيا، وانتظرونا في كل يوم اثنين بنعمة ربنا 7 مساء بتوقيت كاليفورنيا و10 مساء بتوقيت نيويورك. وهنحط بنعمة ربنا إيميل سيدنا الشخصي على قبل ما نختم، عشان لو أي حد يحب يتواصل مع سيدنا سواء في الخدمة، سواء عايز أي يبدأ هناك خدمة، عايز رحلات كنسية، سيدنا بيرد على طول على كل الإيميلز وكل المسجز يعني. فهنحط إيميل سيدنا وأيضا إيميل البرنامج لو حد حب يتواصل معايا، gina.hanna@logoschannel.com، هنحطه gina.hanna@logoschannel.com. انا برحب باي اقتراحات واي حد عايز يتكلم عن كنيسته اهلا بيه، ويبعت لي ايميل وانا هتواصل معاه على طول ده اكيد يعني. بشكر حضرتكم على حسن استماعكم النهارده في برنامج كنيستي في المهجر، ودايما نشوفكم على خير، والى اللقاء. لوغوس تي في، أن نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع.